السلام عليكم مشاهدي الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم، نخصصها عشية افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان لمستجدات الشأن السياسي ببلادنا، مستجدات تميزت خلال الأيام الأخيرة بتقديم أحزاب المعارضة البرلمانية لمذكرة تحكيم إلى الديوان الملكي بخصوص ما اعتبرته خلافات مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة. هذا النقاش وهذا الجدل يدخل في إطار ربما ما اعتبره بعض الملاحظين حملة انتخابية سابقة لأوانها، خصوصا ونحن على أبواب سنة انتخابية يترقب أو ينتظر كل الفرقاء أن تكون انتخابات يعني تمر في أجواء عادية وأجواء ترسخ المسار الذي تسير فيه بلادنا. سنحاول مناقشة أبرز تفاصيل الجدل الدائر بين الفرقاء السياسيين، أغلبية كانوا أو معارضة أو خارج البرلمان، وكذلك نتطرق للظروف التي يتم فيها التحضير والإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والشروط الضرورية سواء سياسيا أو قانونيا لإنجاح هذه المحطات. لمناقشة هذا المحور أو هذا الموضوع، موضوع مستجدات الشأن السياسي الوطني، يسعدني أن أرحب هذا المساء بكل من سي سعد الدين العثماني رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، مرحبا بك. شكرا جزيلا. شكرا لك. سي حكيم بن شماش رئيس المجلس الوطني والناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، مرحبا. أهلا وسهلا. شكرا لك. سي حسين الحداد عضو المكتب السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، مرحبا بك. أهلا وسهلا. سي يونس مجاهد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، مرحبا. اهلا. شكرا. استاذ محمد زين الدين استاذ العلوم السياسيه والقانون الدستوري بجامعه الحسن الثاني بالمحمديه، مرحبا بك. شكرا جزيلا استاذ جامع. شكرا لك. والسيده نبيله منيب الامين العام للحزب الاشتراكي الموحد، مرحبا بك. مرحبا وشكرا على الدعوه الكريمه. شكرا لكم جميعا على الاستجابه لمناقشه هذا الموضوع الذي له رهينيته اكيد. مشاهدي الكرام، انتم كذلك كما جرت العاده على ذلك بامكانكم التعقيب على مجريات النقاش الدائر في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره لاس ام اس على الرقم المثل امامكم على الشاشه 18 18. نقترح عليكم نبداو بالنقطه الاولى وهي الطلب الذي تقدمت به احزاب المعارضه البرلمانيه الاربع، طلب أو رفع مذكرة الديوان الملكي، طلب تحكيم فيما اعتبرته ربما أمورا تنتقدها أو تعيبها على سيد رئيس الحكومة. نبدأ بك سي بن شمش، شنو هو الدافع الأساس وراء هذه الخطوة؟ شكرا أولا على الاستضافة. عفو. غير صحيح الأخ جمال بولحسن ما أشرت إليه في التقديم من أن هذه المذكرة اللي رفعتها أحزاب المعارضة للديوان الملكي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة، ماشي بسبب خلافات مع رئيس الحكومة. الدافع هو أن أحزاب المعارضة استشعرت بأن هناك نزوع من جانب السيد رئيس الحكومة سلوك بدأ لنا أنه يضر بالاختيار الديمقراطي اللي أصبح واحد من الثوابت غير القابلة للمراجعة. بدأ لنا بأن السلوك ديال السيد رئيس الحكومة اللي في الفترة الأخيرة مع اقتراب الانتخابات بدأ يقحم جلالة الملك، من المفروض أنه نوقروه ونحترمه ونخليه فوق المؤسسات، وظنينا تبرورات عندنا قناعة بأن مثل هذا السلوك ينتهك قواعد وأخلاقيات تدبير الخلاف، لأنه في الفترة الأخيرة عندك وتغلطوا يسحب لكم عندنا ذاكرة ضعيفة. احنا بحثنا في المسار ما نمشيوش بعيد في التاريخ، منذ 2011 على الأقل إلى يومنا هذا، السلوك السياسي ديال السيد رئيس الحكومة انتقل من المرحلة التي كان يخاطب فيها جلالة الملك بأسلوب يفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات ما نسميه بآداب مخاطبة الملوك، واللقاء الشهير اللي داروا السيد رئيس الحكومة لما كان أمين عام إبان الحملة الانتخابية ديال الانتخابات السابقة لأوانها الشهير ديال سرا، واللي كان فيها يوجه كلاما لجلالة الملك ويستدعي واقعة سقوط القدافي وواقعة سقوط زين العابدين وواقعة سقوط حسني مبارك. انتقلنا للمرحلة لما أصبح رئيس الحكومة بعد سنة أو سنة ونصف، ولما بدأت الأسئلة المتعلقة بنتائج تدبير الحكومة الشأن العام والنتائج والمآل ديال الوعود والالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، وجدنا بأن سيد رئيس الحكومة يختبئ
وراء اجراءات الملك لتبرير العجز والاخفاق. واليوم في اللقاء ديال الرشيدية انتقلنا للمرحله الاولى وهو الاقحام المباشر لجلاله الملك في سياق ما ظهر لنا بانه حمر انتخابي. غنصوف هذه النقط. نسمع وجهه نظر السي سعد الدين العثماني على ما تعتبره الاحزاب المعارضه البرلمانيه الاربع نوع من الاقحام، هل تتفقون مع هذا الطرح؟ شكرا جزيلا. انا بغيت نقول انه من جهه اولى من حق احزاب المعارضه بطبيعه الحال ان توجه مذكره الى جلاله الملك، فهو ملك البلاد، بل يمكن لاي مواطن مغربي، والمواطنون يرسلون الدول الملكي يوميا، فهذا من الناحيه المبدئيه معليش غبار. لكن هذه المذكره هذه ديال احزاب المعارضه كتطرح اشكالات. الاشكال الاول هو اشكال دستوري. اشكال دستوري لانهم كيقولوا حرفيا بانهم يطلبون من جلاله الملك التحكيم. والتحكيم دستوريا يكون بالمؤسسات الدستوريه وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 42. وعلى عكس ما كتب بعض الاخوان فان المعارضه والاغلبيه ليس مؤسستين دستوريتين، مؤسسه دستوريه محدده هي الحكومه، هي البرلمان بغرفتيه، هي المؤسسات المنصوص عليها دستوريا اولا قبل ما المؤسسات كلها جلاله الملك. فلذلك كاين اشكال، هذا ليس تحكيم، هذا من ناحيه الدستوريه والباحثين يمكن يطولوا فيه ويسموا، ولكن من ناحيه السياسيه ايضا انا كنظن في رايي وكما قرانا هذا فشل المعارضه في ان تناقش، في ان تثير الملفات التي تهم المواطنين والشأن العام، في ان تنتقد وتعارض، فشل كبير وارتباك ايضا كبير، ويمكن نعطي امثله على هذا الارتباك. خلي جولي ارتباك وهروب من المواجهه المباشره، واحد الحاجه اللي فيها احزاب سياسيه، الاحزاب السياسيه كتواجه بيناتها في في في, في مهرجانات، في الصحافه، في اسمه واللي هي الى بغينا نقولوا بين قوسين يعني نقاش سياسي مشروع، بل صراع سياسي مشروع في اطار الدستور وفي اطار المقومات، بدا هناك نوع من الهروب من مواجهه النقاش السياسي مشروع، لان المعارضه جربت الاضراب العام، وبعد الاضراب العام زادت الشعبيه ديال الحكومه وفق استطلاعات الراي يعني محايده، داروا مسيره زادت الشعبيه ديال الحكومه رغم المسيره، داروا محاولات اخرى زادت الشعبيه ديال الحكومه في اخر الرأس. اظن بانه بعد هذه المذكره وبعد النقاشات اللي داروها باحثين وسياسيين في الاعلام، اظن بان هذا يبين فعلا للشعب المغربي بان الحكومه لم تستطع ان تواجه مباشره الاغلبيه الحكوميه في الملفات الحقيقيه. سي مجاهد، هل تتفق مع انه هناك احتماء المعارضه، يعني ربما ارتباكه هو الذي يجعلها تحتمي يعني بالمؤسسه الملكيه؟ أو إذا سمحتي لي في البداية لازم نصحح واحد المسألة واللي جات في التقديم اللي تفضلت به، هو أنه ما كاينش هناك خلاف مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، هناك خلاف مع رئيس حكومة، مع رئيس الحكومة، وهذا هو اللي كيبرر اللجوء إلى مسألة التحكيم ما بين مؤسستين اللي هي الحكومة واللي هي المعارضة. وإذا رجعنا للفصل 10 من الدستور كيتكلم على أن المعارضة هي مؤسسة، وكاين لو تكست ها هو عندي والدستور ها هو عندي. إذا كاين مؤسستين اللي هي الحكومة واللي هي المعارضة، إذا من الناحية الدستورية الأمر سليم وصحيح. كذلك فيما يتعلق بمسألة أن المعارضة فشلت في المعارضة وفي الانتقاد، أعتقد بأنه هذا يمكن نرد عليه بالطريقة التالية. اللي فشل في إقناع الرأي العام بأحقية وبصحة سياسته هو اللي لجأ إلى المؤسسة الملكية، واللي مشى كيقول بأنه حنا كانت علينا مؤامرات وجلالة الملك هو اللي وقف هذيك المؤامرات باش ما سقطتش الحكومة. شنو كيبغي يقول وحنايا الآن على ابواب واحد الحمله انتخابيه؟ كيبغي يقول بانه انا المؤسسه الملكيه راضيه عليا وان المؤسسه الملكيه قابلاني الى اخره، واعتقد بان هذا خاطئ وخطير جدا. وحنا الان واضح بالنسبه لنا هناك اختيار ديمقراطي، وفي الفصل 42 المؤسسه الملكيه دورها هي حمايه وصيانه بهذا الحرف بهذه الكلمة الاختيار الديمقراطي. الاختيار الديمقراطي هو أنه لا الحكومة
ولا المعارضة هي عندها نفس الحقوق ونفس الواجبات ونفس الموقف تجاه جميع المؤسسات. إذن هذا الكلام هذا مردود عليه، لأن اللي فشل هو اللي لجأ إلى الاحتماء بالمؤسسة الملكية. سي الحداد، ذكر سي مجاهد في المذكرة ديال أحزاب المعارضة الأربع مسألة أن سلوكات معينة تهدد الاختيار الديمقراطي، هل تتفق بأن تصريحات مثلا في تجمعات حزبية تهدد الانتقال إلى هذه الدرجة؟ هو في الحقيقة هذه المسألة أنا الرسالة يعني من حق أي واحد أنه يوجه رسالة ولا يطلب التحكيم، هذه ماشي مشكلة، حق ديال، ولكن في نفس الوقت أنا هذه الرسالة جاتني يعني غامضة في المقاصد ديالها، يعني ما فهمتش لماذا هذه الرسالة، وكاين قراءات متعددة. أنا حاولت أنني نشوف هذه القراءات الموجودة على الساحة الآن، قراءات متعددة. هناك من يقول بأنه ربما المعارضة عندها واحد المقاربة استباقية لأنه غيكون واحد نوع من الفشل في الانتخابات، هناك من يقول أنه تظلم حول كلام قيل في تجمع حزبي واش كيستاهل بأنه يدير يعني رسالة بشأنه، كل تقول مثلا بأنه بدأت الحرب، شكون اللي بدأت هاد الحرب الكلامية المعارضة، وكان هاد الردود من رئيس الحكومة فقط هي اللي رد عليها. والمسألة الأساسية وهو أنه تنقلوا تظلم حول إقحام المؤسسة الملكية، ولكن هذه الرسالة تقحم كذلك المؤسسة، تكرس هذا الإقحام ديال المؤسسة الملكية. أنا تنظن لما لقيتش في الرسالة، مع الحق يعني بالنسبة للمعارضة أنها تقول هذه الرسالة، ليس هناك مضمون أساسي بالنسبة للاختيار الديمقراطي؟ تظلم حول أن الحكومة تزيغ عن الاختيار الديمقراطي، ما كاينش تظلم حول التوجهات العامة بالنسبة للدولة أن زغت عليها مثل الأغلبية، ما كاينش قضايا يعني تتعلق بالتوازنات الماكرو اقتصادية ولا الاجتماعية اللي فيها إشكالية وفيها مثلا كاين خطر عليها، إلى هادو ما كاينينش. إذا هادو تساؤلات أنا أطرحها، يعني ماشي مواقف ولكن تساؤلات طرحت. الآن كاين هناك طلب للتحكيم، انا تنظن انه يعني التجاوب ديال جلاله الملك كان حكيما، واظن انه هناك بوادر الان بانه غادي نمشيو في اطار واحد النوع ديال التهدئه، لانه قضايا مصيريه تنتظرنا. نعم. قضايا مصيريه بالنسبه للانتخابات، قضايا مصيريه. شوف سيدة نبيلة منيب، ربما انتم شيئا ما من خارج هذا الصراع ولا هذا الجدل، كيف تقرؤون هذه الخطوه والنقاش الذي اثرته؟ شكرا. اولا يعني الموضوع الاساس هو المستجدات ديال الساحه السياسيه المغربيه. حنا اليوم كنتكلموا كاننا يعني رحنا في بلد ديمقراطي وقطعنا الواد ونشفوا رجلينا، وكنتناقشوا في يعني واحد الجزئيات ديال الخطاب والتلاسن ما بين يعني الحكومه وما بين المعارضه البرلمانيه، وحنا كنتلو بطبيعه الحال المعارضه خارج البرلمان، لان واحد النظره اخرى حنا ربما متحررين اليوم، ولكن كنشوفوا يعني بوضوح انه تنمشيو في نقاش قضايا جانبية لا تهم المواطنين، في حين أننا غادي في واحد المنحة يعني تراجعي ديال واحد البؤس سياسي عميق، وأننا في حالة ديال انتقال ديمقراطي أبدي صوري، وأننا نتلافى الاهتمام بالقضايا التي تؤرق يعني المواطنين. المواطنين وصلوا للصبر أيوب فاتوه، يعني انه ما يمكنش نلهيو اليوم المواطنين وحنا في سنة انتخابية وما نتكلموش معهم باحترام ونقولوا لهم بان العالم اليوم كيتغير وان هناك واحد الهمجية بطبيعة الحال تهدد، وهنا كنعرفوا بان كاين هاد يعني الحركات المتطرفة والإرهاب، ولكن شكون اللي صنع الإرهاب؟ هو الذي اليوم يحارب، هو يريد ان يتحكم في منطقتنا. علاش كنقول هذا الشيء؟ لان احنا دي 4 سنين خرجوا الناس للشارع كيقولوا بغينا دستور ديمقراطي، بغينا ملكية برلمانية، بغينا الحريات، بغينا الحقوق، بغينا الكرامة، وبغينا العدالة الاجتماعية. أين نحن من هذه المطالب ديال الشارع؟ وحنا كنلقاو بأن الاستبداد رجع، لازلنا في يعني في نظام غير ديمقراطي، لازلنا في ديمقراطية الواجهة. أين نحن اليوم من المقولة ديال سي علال الفاسيس الزعيم الكبير اللي كان كيقول من أين لك هذا؟ وهذه حلقة أساسية في يعني محاربة الفساد، الناس كتطبع اليوم مع الفساد. أين نحن من ما قاله الشهيد المهدي بن مركة في سنة 62 هو كيتكلم على الأخطاء اللي خصنا نتفاداوها، نتكلموا على المشاكل ديال الناس ونشاركوهم. أين نحن من الكلام اللي كيقولوا السي بن سعيد أيتي الدر المناضل المجاهد اللي كيقول أننا خصنا نخرجوا من المنطق ديال البيعة وندخلوا للمنطق ديال التعاقد الحقيقي اللي هو حضاري وفيه احترام متبادل. أنا كنظن بأنه اليوم هذا الاستجداء مع كل يعني اسمحوا لي الإخوان يعني في المخيل الوعي ديال المعارضة البرلمانية استجداء بطبيعة الحال في المخيل ديال المعارضة البرلمانية ولا في المخيل ديال الحكومة،
عارفين بان كان هناك علاقه وطيده ديال السلطه مع الجمهور الناخب، وكل واحد يحاول، لان اليوم ربما الظرف يستدعي انه يكون هناك تقارب ما بين النظام المخزني وما بين الاسلام الحزبي، مازال يصلح لهذه الفتره هذه، والمعارضه البرلمانيه خايفه، في حين انه خاصها تهتم بقضايا المواطنين. يعني انه الى اليوم اولادنا كيمشيو يلتحقوا بداعش ولا بوكو حرام، لان كاين هناك ازمه اقتصاديه وازمه ديمقراطيه حقيقيه. نعم. تكرسها يعني هذه الاختيارات. نعم. ولهنا كنقول اسمح لي، لانه خاص نكمل الفكره، كاينه مسؤوليه ديال الحكومه، لانها دارت اختيارات، وهي بالمناسبه الحكومه راه غاده في نفس السياق ديال سابقاتها، ما جاب حتى شي جديد. حنا غاديين كنطبقوا يعني داك الشيء ديال العلماء، المديونيه غرقنا فيها، ضربنا صندوق المقاصه، ضربنا الحق في الاضراب وكنقتطعوا للناس، ضربنا الحريات. ايش من ديمقراطيه كنبنيو؟ وباش بغينا هاد الناس يرجعوا الثقه؟ المغاربه راه غير الثلث ديال الهيئه المؤهله باش تسجل اللي تسجلات، لانه هاد الناس اللي هما يعني مشرفين ربما بحسن نيه ما كيشوفوش الخارج، بان هناك اليوم سيريزا بوديموس، الناس كتقدم مشاريع، والمشاريع تنطلق من ماذا؟ تنطلق من الانصات الى الناس. الناس عيات من السياسه ديال التقشف، وعيات من واحد النوع. اسمح لي جوج جمل. ربما الافكار في النقاش على كنقول انا اشتراكيه، كنقول بانه هذه الدول اليوم كتطبق اشتراكيه بالنسبه للاغنياء، الاعفاء الضريبي الى ما غير ذلك، وكتطبق سياسه ديال التقشف على الجماهير الكادحه التي تعاني، واللي قلت استاذ زين الدين استنفذ صبروها. استاذ زين الدين، تثار واحد الخلاف، واحد الجدل بخصوص مدى دستوريه، ماشي دستوريه تقديم المذكره في حد ذاته، ولكن المنطلقات والمستندات التي استندت عليها. كان وجهه نظر تقول بان احنا ماشي يعني في وضع ديال ازمه وصراع بين المؤسسات، ولكن السمجاد الان كيقول لك بانه هناك يعني ازمه ما بين رئاسه الحكومه والمعارضه باعتبارهما مؤسستين. شنو القراءه اللي كيقرا رجل القانون الدستوري في هذا؟ هو يمكن ان نقول بان المذكره المقدمه من قبل المعارضه هي لا ترقى اطلاقا الى ما يمكن ان نسميه بالتحكيم الملكي، لان الامر واضح. فصل 42 واضح، كيقول التحكيم الملكي كيكون ما بين المؤسسات الدستوريه، والمؤسسات الدستوريه هي الحكومه والبرلمان وليس شيئا اخر. احنا ما نقول المعارضه صحيح ان الدستور في الفصل العاشر، ماشي غير الفصل العاشر، حتى الفصل 60 اعطى للمعارضه موقعا متميزا، وخصنا نستنسوا الى ما يقوله الدستور. راه في هذا الفصل العاشر كيقول لك ان قبل ما تكون المعارضه قوه اقتراحيه أو قوة رقابية، راه عندها في الفقرة الأولى من الفصل العاشر أنها مؤسسة كتقوم بواحد المسألة، أن خصنا نضمنوا لها حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الاجتماع. الفقرة الأولى واضحة فيما يتعلق بالفصل العاشر. إذا من ناحية الدستورية نقول لك على أن الأمر لا يتعلق بتحكيم ملكي، وعندنا أمثلة كثيرة. نعطيو مثال فقط ما حصل بالنسبة لحزب الاستقلال. حينما أراد حزب الاستقلال أن يخرج من الحكومة راه تقدم بنفس الشيء، وكان موقف ديال جلالة الملك واضح وحكيم جدا في هذا الاتجاه. لماذا؟ لان جلالة الملك هو حكم يبقى بعيد عن الصراعات ما بين الاحزاب السياسيه، ولا ينبغي ان نقحم جلالة الملك في هذه الصراعات ما بين الفاعلين. اليست المعارضه مؤسسه؟ لا، ليس مؤسسه بهذا المعنى الدستور. فهمتي عندي الفصل ها هو العاشر من الدستور، ها هو سنة عندي فهمتي، كيجي كيقول التوفر على وسائل ملائمه للنهوض، بالنسبه للنهوض بمهامها المؤسسيه. هي نعم مكتوبه مهام مؤسسيه، ولكن ليس مؤسسه دستوريه. لا ماشي واخا كمل سي زين ديال الفكره ديالو. لا نكمل الفكره. هي مكتوبه. شوف استاذ فهمتي، احنا لا في المذكره مثلا ديال الاحزاب المعارضه تحدثت عن المنافسه المبنيه على تكافؤ الفرص بين الاحزاب السياسيه باعتبارها مؤسسات دستوريه متساويه فيما بينها. هل الاحزاب السياسيه مؤسسات دستوريه ام لا؟ لا، الاحزاب السياسيه مؤسسات دستوريه، ولكن كنتكلموا الان على التحكيم الملكي، خصو يكون ما بين مؤسسات اللي هي الحكومه والبرلمان. خارج هذا الاطار لا ينبغي ان نقحم جلاله الملك في حوايج اللي هي ما بين النزاع كيكون ما بين فاعلين حزبيين. هذه مساله اساسيه لل النزاع. ما كانش ما بين فاعلين حزبيين، ما بين المعارضه ورئاسه. راه اغلبيه تما وكاينه مع فاعلين. مش لا، راه اغلبيه مع معارضه. اغلبيه مع معارضه باش نكمل الفكره. واخا انا فهمتي. شوف انا غادي نحيلك هنا غير واحد المساله لانها مهمه بزاف. كاين خطاب ديال جلاله الملك بمناسبه ديال ثوره الملك والشعب في 2013، يقول في جلاله الملك بالحرف انه لا ينتمي لاي حزب ولا يشارك في أي انتخاب، والحزب الوحيد الذي ينتمي إليه بكل اعتزاز ولله الحمد هو المغرب. دونك إذا هنا راه كلام واضح. نعم. يعني بمعنى أننا ما خصناش نقحموا فهمتي المؤسسة الملكية في نقاش
كيكون ما بين الفاعلين الحزبيين. هذه الفكره الثانيه اللي بغيت نشيرها باختصار سي واخا باش نمشوا بفكره سي زين الدين وغادي نرجع لك باش نمشوا بفكره. نعم سي بن شماش. لا غير نحدوا شنو كنناقشوا، لانه من السهل اطلاق الكلام على عهوائنه ونتكلم على الارهاب ونتكلم على العولمه ونتكلم على العوائق البنيويه التي تحول دون تحقيق الاقتصاد الوطني للاقلاع المنشود المقاصه. غير نحدد كنتكلموا على سؤال محدد، اشنو هي المبررات اللي خلات احزاب المعارضه ترفع مذكره للديوان الملكي؟ طيب الاساتذه الاجلاء تيقولوا بانه وظيفه التحكيم متعلقه حصرا لما كيكون خلاف ما بين المؤسسات. حنا تنقولوا ودي الفصل 42 من الدستور اللي كيحدد وظيفه التحكيم اللي كيقوم بها جهه الملك تتشمل ايضا الحاله اللي كيتعرض فيها الاختيار الديمقراطي لتهديد ما. ما معنى يجي رئيس الحكومه بصفته رئيس حكومه وامين عام الحزب امام الالاف ديال البشر ويقول ما يلي؟ ها هو الفيديو مسجل عليها، تيقول بان جلاله الملك تعرض لتهديدات تعرض لضغوط من اجل اسقاط الحكومه، ولولا ان جلاله الملك قاوم تلك الضغوط كانت هذه الحكومه غتكون في مهب الريح. شويه بعد كيدوز وتيقول هذوك الناس اللي كيخطفوا فيهم عندك تصوتوا على المفسدين وعلى ولاد الحرام ما تصوتوش عليهم. نحن امام خيارين، واش غنجاريو رئيس الحكومه نمشيو حتى حنا كاحزاب معارضه امام لقاءات التواصل ديال الاف المواطنين ونوليو حتى حنا كنقحموا جهه الملك؟ هذا سلوك لا يجوز لا يعقل. ولذلك حنا احتكمنا المؤسسات، حنا عندنا دستور كنشتغلوا في نطاقه. لما غيكون عندنا دستور ثوري بمضمون اللي كتكلم عليه الاستاذه ديك الساعه كلام اخر، حنا كنتكلموا على دستور بما هو موجود بما هو موجود، لان الدستور في نهايه المطاف هو نتاج موازين قوى اللي كائنه اللي قائمه ما بين التيارات والقوى ديال المجتمع. هذا الدستور كيتكلم على جلاله الملك وظيفته من بين وظائف اخرى هي صيانه وحمايه الاختيار الديمقراطي، هي حمايه الحقوق والواجبات ديال المواطنات والمواطنين والجماعات. هذا الرجل السيد رئيس الحكومه المحترم انتقل من المرحله اللي كان يختبئ فيها وراء جلاله الملك لتبرير عجزه واخفاقه في الاستجابه للاوهام والوعود العسليه واللي اعطاها المواطنين المغاربه ابان الحمله الانتخابيه، المرحله يقحم فيها بشكل مباشر. كيف يهدد الاختيار الديمقراطي؟ كيف يهدد؟ طيب عندما يقحم اسم جلاله الملك اللي هو المفروض يكون فوق المؤسسات، نخليه جلاله الملك نخليه في افتقار. ولكن هناك من يقول بان الفرقاء كلهم يقحمون ولا جلهم يقحمون هذا نعطيني دليل. هناك من يقول انا معرض لجلاله الملك، انا حكومه جلاله الملك حكومه التناوب التي ما عندناش مركب نقص. اذا سمحتي ما عندناش مركب نقص، اعطيني حجه واحده مقنعه تمنع احزاب المعارضه تفعل الدستور في نطاق الفصل 42. انا مستعد من هذا البلاطون نقول ايتها المواطنات ايها المواطنون الحزب ديالي غلط وكيقدم الاعتذار وكيقدم النقد الذاتي، ولكن يا سيدي نحن ازاء واحد الحاله خطيره جدا قلت لك فيها انتهاك صارخ وصريح للقواعد والاخلاقيات ديال التدبير التنافس والتباري والصراع ما بين السياسيين. فلذلك مؤاخذه احزاب المعارضه كونها اجتهدت وقدمت مذكره لجلاله الملك ماشي المقاصد، لان الاستاذ الجليل المقاصد ماشي مقاصد تنطق بها المضمون ديال المذكره، ماشي كهنا كنتكلموا على النوايا، لانه خصنا نميزوا ما بين المنطق الدعوي الذي يحاكم الاشخاص على النوايا ديالهم لا يعلمها الا الله وما بين المضمون ديال المذكره صيغت في صفحات مكتوبه نواغ سيغ بلون وتقدمت للديوان الملكي. تنقولوا بانه الانتخابات قربت، السيد رئيس الحكومه المحترم يستعمل بشكل مباشر جلاله الملك بطريقة توحي بأن جلالة الملك مع حزب معين دون حزب آخر، ويدعو المواطنين إلى التصويت إلى عدم التصويت على ما يعتبره هو مفسدين، وهذا لا يجوز. يعني أما كون هذه الممارسة تغيب القضايا، نعم مع الأسف الشديد القضايا الحقيقية اللي تكلمت عليها الأستاذة، ولكن غنناقشوها هناك طغيان اليوم لأشباه القضايا، ولكن ماشي ماشي أو للقضايا الزائفة. ماشي هذا موضوع، أنا متفق معك، ماشي هو موضوع. سي مجاهد، غير نعقب على المسألة اللي طرحتي ديال المسألة اللي تقالت عندك هنا في البرنامج ديال حكومة صاحب الجلالة ومعارضة صاحب الجلالة، وأنت كتعرف السياق ديالها مزيان. السياق ديالها هو أنه وزير كيقول بأن هذه حكومة صاحب الجلالة، معناها ما ننتقدوهاش. في الوقت اللي كان الجواب هو أنه راه حتى حنا معارضة جلالة الملك، شنو القصد بها؟ القصد بها أنه كاين دستور وكاين رئيس الدولة
وحنا كان دائما النضال ديالنا هو انه ما تكونش ملكيه تنفيذيه، تكون ملكيه اللي كتلعب هذا الدور ديال التحكيم واللي بحال بحال عندها بحال المعارضه بحال بحال الحكومه. هذا هو كان السياق اللي جا فيه هذيك الكلام. لذلك انا في نظري دائما الكلام خصو يتربط بالسياق ديالو. النضال الديمقراطي كان دائما هو هذا، وفي اعرق الديمقراطيات الملكيات كتلعب هذا الدور، هذا كتلعب دور التحكيم وهنا علاش حنايا عملنا المذكره، باش ما تقولش الحكومه على انه انا عندي الرضا ديال صاحب الجلاله وانتم المعارضه بحال داك الشيء القديم اللي كان في الستينات والسبعينات هذو راهم سخط الملك. ف هذا هو السياق اللي جا فيه الكلام وخص يبقى في هذا السياق. لذلك المساله ديال اللجوء الى التحكيم راه الاستاذ بنفسه كيقول الاحزاب سياسيه مؤسسات، فما بالك اذا كانت هي معارضه برلمانيه واللي واضح كما جبت في النص ومجموعه في النص واضح مهامها المؤسسيه، هذه مؤسسه. اكثر من ذلك احنا من حقنا انه جلاله الملك يكون هو اللي كيصون الاختيار الديمقراطي، ماشي فقط هذيك المساله اللي قالها رئيس الحكومه ديال بانه انه الملك راه حامي هذه المؤسسه هذه حامي هذه الحكومه هذه غير النقطه التي افاضت الكاس. ولا بغيتوا نجيبوا الان السلسله والصيروره ديال شنو هي التصريحات اللي جات من عند رئيس الحكومه، كيفاش كيتعامل بعدا النضال من باش تكون رئاسة حكومة حقيقية. هذا نضال ديمقراطي، راه ماتوا فيه الناس واستشهدوا فيه ومشاو للسجون وما عنده علاقة نهائيا مع هذا الحزب هذا اللي ترأس. ثانيا المسألة ديال البرلمان، حنا كنقولوا ملكية برلمانية احترام المؤسسة التشريعية، ما تجيش المؤسسة التشريعية بذاك الطريقة وتجي وتبهدل في السيدات اللي كاينين تماك وتجي تتصرف بذاك الطريقة. إذا هذا في حد بحد ذاته كان كيخصو تدخل. نعم سمعتي. ولا بغيتي نسرد عدد من التصريحات ومن الممارسات كان آخر كان آخرها كما ورد في المذكرة يعني المذكرة ديالنا على الرأي العام الوطني وعلى الصحافة. ووضحنا شنو هي النتائج ديال اللقاء اللي كان ما بين أمناء العام والأحزاب المعارضة مع المستشارين ديال جلالة الملك. معلوم أن السي بن كيران استقبل من طرف المستشارين ديال جلالة الملك. احنا ما بغيناش نشروا الوثيقه التقى بهما شكون استقبل التقى بهما كان في مؤتمر القمه ديال شرم الشيخ. اذا من باب احترام رئيس الحكومه ديالنا ما بغيناش نكشفوا على مضمون الوثيقه. طيب فليطلعنا على مضمون ونتائج اللقاء الذي حصل مع مستشارين جلالة الملك. اولا انا نرجع مسألة ديال المؤسسات. اولا ليس هناك باحث في القانون الدستوري سيقول بان الاحزاب السياسيه او المعارضه مؤسسه وفق الدستور الحالي، هذا غير موجود. لان الدستور لان الى قلنا يضمن الدستور للمعارضه البرلمانيه مكانه تخولها حقوقا، الى قلنا هذه مؤسسه، اذا المجتمع المدني اللي من بعد كيهضر بتؤسس مجتمع مدني منظمات غير غادي يولي مؤسسه. واذا شعرت بان حقوقها لا اسمح لي انا ما قطعتك شو استاذ غير اسمح لي انا كنتذكروا في نقاش دستوري عميق كونه هناك تقال بان توفر على وسائل الملائمه النظم بمهامها المؤسسيه، يعني لانها معارضه برلمانيه بمهامها في اطار البرلمان، لان جميع الحقوق اللي مخصوص عليها هنا هو في اطار البرلمان. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه ما كاينش حق هنا كيتحدد خارج البرلمان، هما كلهم كيتحطوا على رئاسه اللجنه على الى اخره. المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنين إلى آخره. فإذا هذا تفسير فعلا، ولكن تفسير الحمد لله هذا ديال أغلب الفاعلين، على الأقل نقول غير أغلب اللي قريت لهم لحد الساعة من الباحثين اللي نشروا اليوم في الصحافة المغربية ديال الدستوري. واحد السؤال دابا غير لا 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 اسمح لي أرجوك باش نفهم. والله سيدي لا مستعد نقدم لك جاوبني على هذا السؤال. إذا كانت المعارضة تنتهك حقوقها من طرف الحكومة والمعارضة مشات للقضاء ورفعت الدعوة، حنا عام ونص باش رفعنا دعوة كيسبنا تيقول أنتم مراد الحرام مزيان مفسدين المصادر القضائية المصادر القضائية، ولكنهم لا يريدون أن يحركوا الدعوة. هذه عام ونص وهما ناعسين عليهم، لأن وزير العدل ناعس على الدعوه ديال هذه المؤسسه اخرى. مؤسسه فين غنمشيو حنا دابا؟ حنا المعارضه الا انتهكت حقوق ديالنا اش غنديروا؟ اش غنديروا حنا المعارضه؟ راه ما كاينش هناك اش غادي نديروا؟ الحكومه لا تريد ان تخرج القانون اللي كينظم المحكمه اللي خصها تحاكم الوزراء في حاله اذا ارتكبوا المعارضه تقول ما بقى عندها حتى شي ملجا الا الى البرلمان الشعب. المعارضه يجب ان تعبر عن مواقفها السياسيه، وانا في رايي المعارضه عندها خلافات داخليه ويمكن نعطي عشره الامثله وتصرفها عن طريق الهروب من النقاش. انا هذا الشيء اللي قلت في الاول وانا متاكد منه ويمكن نناقشه، ولكن ماشي هذا هو الاشكال الان. الاشكال هو ان المذكره ما خصناش نسميوها تحكيم ملكي، خصنا نسميوها
كان استعطاف مرازلة من حق المعارضة. تظلم. أنا ما تظلم. لا سيدي بالناس. لا لا لا. هذه النقطة الأولى. مراب تحكيم. لا لا. دابا سمعنا لك بكل اهتمام. تفضل تفضل سيدي. سيدي احنا ما بغيناش ندخلوا في هذا الشيء اللي كتعيبوا دابا ما نديروش بيناتنا. تفضل. فهمتيني هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية ما عمر رئيس الحكومة كيجي هو كيتخبى وراء عجلة الملك. إنما إلى جا السياق باش يهضر عجلة الملك كما يمكن أن يقوم به أي حزب من أحزاب المعارضة فما كنظنش بأنه الكلام على جلالة الملك في مهرجان خطابي أو في حوار صحفي أو في آخره هذا شيء ممنوع. إلا قال شي حاجة غلطة متفق معكم ولكن الكلام كله الذي خلال لحد الساعة هو في إطار واحد بطبيعة الحال رئيس الحكومة كيشتغل في واحد الدولة لرئيس الدولة فيها هو جلالة الملك فأنا ما ما ما, ما كنشوفش هذه القضية ولكن إلا كان غلط راه جلالة الملك على كل حال راه هو هذه المسألة هو راه قد عليها دستوريا وغيره لكن نقطة ثالثة أنا دائما أنا كنقول بأن المعارضة يجب أن تركز لأن المذكرات اللي كانت صفطت المعارضة في التسعينات وراه تذكر الاتحاد الاشتراكي مع الكتلة في واحد الوقت كانت في قضايا سياسيه كيكون مذكرات سياسيه ماشي بالطبيعه السياسيه كنت ضد هذاك الساعه كنت لا ابدا ما عمرنا ما كنا ضد مذكره سياسيه من هذيك ضد الكتله لا ضد الكتله لا هذاك التنافس السياسي دابا ملي وليتو كنتفقوا مع لا اسمح لي لا هذا الكلام ما تقولش هذاك الشيء اللي قلتي على حزب العداله والتنميه هو اللي خصو مع الكتله حنا ما كناش ضد الكتله ربما ضد بعض اختيارات الكتله اتفق معك لان لو كنا مع جميع اختيارات الكتله وكنا دخلنا في الاتحاد الاشتراكي ونينا راسنا فهمتيني خصك خصنا نمشيو للنقاش السياسي العميق وانا متفق نعم مذكرات جلاله الملك في هذا المستوى خص تكون مذكرات ذات مضمون سياسي عالي سيدي الدين غادي نقول لك بصحت انا غير باش نحسن في هذا النقاش نوعا ما معارضه ماشي هو اللي قال يحسم راه صعيبه شويه ان المعارضه ماشي مؤسسه دستوريه وفقا للدستور ديال 2011 لا واذا انتهكت حقوقها لا اذا انتهكت حقوقها هي خصها عندها ما يخول لها دستوريا بمختلف الوسائل كما مشينا للمحكمه سيدي راه مشينا دعينا الراجل فامي دعوى عام ونصر استطلاعي نقول لك شوف راه كاين المساله كاين الجانب الدستوري في هذا الاشكال وكاين الجانب السياسي الجانب الدستوري راه الدستور ديال 2011 عطى للمعارضه واحد القيمه دستوريه جد متميزه كقوه اقتراحيه كقوه تشريعيه وكقوه رقابيه وكيضمن لها حقوق ديالها في الفقره كما قلت لك الفقره الاولى فصل 10 كيضمن لها حريه التعبير اذا توكت الحقوق ديالها كاين قواعد ديال الممارسه مثلا ماشي تساهل مثلا الى صندوق الاقتراع مثلا يمكن تجي تشوف انا نوقفك المساله كنعرفك رجل عادي لما كيجي وكيقول لك انتم جماعه من المفسدين وحماة الفساد انتم جماعه من الذين مصوا الدماء الشعب المغربي انتم جماعه كيسبنا كاملين مش جميع الاحزاب تحارب الفساد وتسب المفسدين ما كاينش اللي هو رئيس الحكومه يجي يدير كيدافع على الفساد يدير المينوط في اليدين ويقدر المحاكمه اللي عنده حجه اما ان يطلق الكلام عن عواهمه كمل الفكره ديالك السيد الدين كمل الفكره ديالي واش الان المعارضه في بريطانيا ملي كيوقع شنآن او صراع سياسي كتلجا الى الى الملكيه ما كترجعش الى الملكيه لا تمشي لا حنا نمشي نمشي او او نمشي او نمشي اللي كيوقع في اسبانيا نمشي هنا خاص المشكل اللي كاين عند الفاعلين السياسيين انا كنقول الاغلبيه ومعارضه خاصهم انهم يمشيو في اطار التاويل الديمقراطي الوثيقه الدستوريه اما هو هو ان بنتي انا كنظن ان الاغلبيه في بعد دستور 2011 تفكر بدستور 2092 انا كنقول التأويل الديمقراطي والسجل كاين اللي كيقول هذه القضيه تاع الحكومه وعلى الاغلبيه انه مازال ما وصلوش تكون واحد النوع ديال الاستقلاليه على المؤسسه الملكيه نقول اللي يعتمي بها نقول الاغلبيه ولا معارضه هذه وجهه نظر شنو كنقولوا التأويل الديمقراطي راه في الاتجاهين معا راه خاصها الاغلبيه توفر الحقوق ديال المعارضه والا راه فهمتي لان الديمقراطيه شنو هي؟ الديمقراطيه هي حقوق الاغلبيه ولكن مع احترام حقوق الاقليه كذلك. اليوم الان كيوقع مصادره ديال الحقوق ديال الاقليه ديال المعارضه، مثلا كتقدم المعارضه بمشاريع ديال القوانين وكيتم المصادره ديالها. هذا اشكال. دونك اذا هنا راه هنا المشكل اللي كاين دابا الان هو كاين ازمه ثقه ما بين المعارضه وما بين الاغلبيه، كاين غياب ديال التواصل السياسي ما بين المعارضه وما بين الاغلبيه. دونك حتى حنا من هذه الناحيه راه خصنا في المقابل نشوفوا هاد الناس شنو غيديروا. انا واحد المساله الا بغينا نكونوا في نقاش ديمقراطي ونخرجوا يعني لانه المواطنين كيشوفونا.
باش نستغلوا هذه الفرصه ونديروا اسقاطات حول الاستبداد والنظام الغير الديمقراطي. هادو يعني هما لي امور غير صحيحه ومتجاوزه. خصنا يعني انه الان عندنا نقطه نناقشها، وهو انه هناك ازمه ثقه موجوده ما بين المعارضه وما بين الاغلبيه. كيف نتجاوز هذه النقطه؟ انا بالنسبه للمساله ديال عدم التصويت على المفسدين، يعني جميع الاحزاب يجب ان تنادي على عدم التصويت على المفسدين. علاش هذه اشكاليه؟ لماذا تطرح هذه المشكله؟ لماذا هذه المشكله اللي طرحها الاستاذ بن شمات؟ المساله الثانيه وهو السيد الوزير، لا ولكن هذه هذا اتهام صريح مباشر في البرلمان مسجل بالصوت والصوره. فاش نقولوا بانه يجب لا يجب التصويت على، يجب ان نصفق لرئيس حكومه حين يقول هذا. كنا نقولوا بانه ما خصناش نصوتوا على المفسدين. هذه المساله الاخرى انه ما فهمتش انا ماذا نعني بانتهاك حقوق ديال المعارضه. كيفاش ان المعارضه انتهكت حقوقها؟ ما هي هذه الحقوق التي انتهكت؟ واش المعارضه مثلا ممارسه دورها الدستوري ودورها ديال الرقابه في البرلمان انتهك؟ اذا انتهك هادو هما الحقوق ديالها، ولكن اذا كانت هناك حقوق اخرى يجب ان نتكلم عنها ونتفقوا عليها. انا بغي نرجع لواحد المساله، لماذا كاين هذا النوع ديال عدم وجود ثقه ما بين المعارضه والاغلبيه؟ انا تنظر الاشكاليه الحقيقيه واللي خصنا نتكلموا عليها، وهو انه لم نطبع مع الوضع السياسي الجديد. لا زلنا في الاحزاب السياسيه كل من تقول هذاك راه وافد جديد، هذا راه حزب، هذا راه نعتاد الى غير ذلك. انا تنظن ان الاوان اننا نقبلوا بانه لجميع الاحزاب ادوار مهمه جدا وطبيعيه في المجتمع، ويجب ان نقبل بالوضع السياسي الراهن الذي موجود فيه، يعني واحد النوع ديال التعدديه الحزبيه. هذه المساله الاولى. المساله الثانيه يجب ان نرفع من مستوى النقاش، لانه كاين هناك صاحب الجلاله نادى لهذه المساله، هناك تردي كبير جدا بالنسبه للنقاش اللي موجود الان، نقاش اشخاص، قذف، سب، شتم الى غير ذلك. واش بهذه هو باش بغينا المواطنين يشاركوا في اللعبه السياسيه؟ بهذه الامور هذه باش بغينا المواطنين يشاركوا في الانتخابات؟ لا يمكن ان يشارك المواطنون. والمساله الاخرى وهو انه راه كاين قضايا تتهم المواطنين اهم من هذه الامور. قضايا ديال الولوجيه للصحه، قضايا الا مشيتي للناس عند الباديه راه ما لقاوش. جايين هذه الامور، هذو هما المشاكل الاساسيه. السيده مولي بقى عندك شي تعقيب على شي فكره؟ شكرا، لانه يعني بعض التدخلات كتقول بحال حنا خارج السياق، يعني السياق هو هذا. انا كنقول عندما تقحم الاغلبيه والمعارضه المؤسسه الملكيه في صراعات حزبيه وسياسيه، هذا هو منتهى الرده السياسيه اللي كنتكلموا عليها. استاذ كيتكلم كيقول في بريطانيا واش كان هذا الشيء وقع؟ بريطانيا شنو عندهم؟ عندهم نظام ملكيه برلمانيه نستحقها في المغرب. ما يجيوش دابا اليوم يقولوا لا الناس اللي في الاغلبيه ولا في المعارضه احنا ما كنستحقوهاش. موازين القوى، موازين القوى كانت ممكن تكون بيدينا في سنه 2011، ولكن تخلف المتخلفون الكثر عن هذه المعركه ديال الوصول الى دستور ديمقراطي والى التقدم. انا كنقول اليوم بانه يعني فين كيبان لي البؤس؟ يعني الحكومه راه هي عندها اختياراتها وغاديه في واحد الطريق اللي كيف قلت هي نفس الطريق اللي كانت متبعه من قبل، يعني الخصاصه ماشي هي اللي بداتها كانت، ولكن هي تسارع فيها وضرب حقوق الناس وضرب حق الاضراب وضرب الحريات. المعارضه عوض ان، انا ما تنعطيش دروس ولكن كنقول المعارضه لا يجب ان تشخص معارضتها في شخصي بن كيران. ما خصهاش انها توجد المعارضه ديالها كلها للشخص ديال بن كيران. في طبيعه الحال يعني الخطاب اللي كنسمعوا اليوم، السيده مولي بغي واحد القوس، غير قوس القضيه الخصوصه، غير قوس باش المؤسسات اللي خصنا في اطار هذا الحكومه. هذا سؤال، لان قلتي الخصوصه استمرت مثلا، شنو هي الخصوصه؟ اسمح لي استاذ حمزه اللي غادي نخبرك. غير قول لي انا هذا سؤال. الخصوصه لا زالت مستمره مثلا، اعطيني مثال واحد. نعطيك 10 د الامثله. اعطيني غير واحد، اسكت شويه ونعطيك المثال. اسمح لي، اعطيني واحد. خلا تعطينا مثال او مثالين. يعني التعليم، كنا وصلنا لمستوى ديال الخصاصه فيه كان في 7%، وصل 12%، دابا يعني الهدف هو 20%. اول جامعه ديال الطب خصوصيه جاتنا في هذه الحكومه، اول جامعه ديال الهندسه. واسمح لي، هذا شنو هي؟ هذا تطور ديال القطاع الخاص في ميادين معينه ليست خصوصيه. طيب اسمحوا لي غنسدوا هذا القوس. يعني في المعارضه خارج البرلمان ما كتعطيناش الفرصه باش نتكلموا، الا ما بقيناش عاجبين شي الناس ما بنقص كاع ما تعيطوا لينا. يعني احنا كنتكلموا لا القانون اللي كيعطي للجميع السيده مولي، ماشي حنا كنتكلموا في صميم الموضوع. يعني نعيش بؤس سياسي. انا لا يهمني حكومه كتطبق توصيات وغاديه في الخصاصه، غاديه فيها لا في الصحه ولا في اي مجالات عديده ومتعدده.
ومعارضة عارض بن كيران وتلتجئ إلى تحكيم الملكي في غير موضعه، في حين أن المؤسسة الملكية خصها تبقى بعيدة عن الصراع السياسي. المنتظر من الحكومة ومن المعارضة أن تتقدم بهذه البلاد نحو الديمقراطية، نحو إحقاق الحقوق، نحو الكرامة والعدالة. ما كاينش هذا الشيء، كاين ضرب الحريات. إذا أنا كنقول يعني كنجبدوا قضايا. بطبيعة الحال أنا مع الإخوان اللي تكلموا بأنه ملي غادي تقدم المعارضة مذكرة خصها تكون مذكرة من العيار الثقيل، كيف اللي تقدمت بها الكتلة الديمقراطية آنذاك، وشنو قالت هذه المذكرة اللي كل شيء يعترف بأنها كانت مذكرة قوية؟ هذه المذكرة كانت كتقول بأن المغرب خاصه إصلاحات مؤسساتية، خاصه إصلاحات سياسية، خاصنا نخرجوا من التعددية السورية وتفريق الأحزاب. ربما ماشي نفس السياق، ماشي نفس السياق. واش المغرب ديال 2015 هو المغرب ديال 90؟ لا، بطبيعة الحال المغرب يتقدم ولكن ليس بالنسبة للجميع. المغرب يعيش أزمة كيف قلت لك اجتماعية وديمقراطية. يعني واش حنا ما نستحقوش هذه 60 عام وحنايا في قاعة الانتظار الديمقراطية، دخلنا لقاعة الإنعاش ديال الديمقراطية ولا أذن لمن؟ يعني أنا كنقول راه مسؤولية يقتسمها الجميع، وهنا خصنا نذكروا مسألة أساسية. شنو هي؟ هو أنه الأحزاب ما تنساش بأن السياسة خصها تكون مقرونة بالأخلاق، وأن هاد الناس راهم مسؤولين إذا كانوا كيمثلوا واحد الفئة ديال الشعب خصهم يمثلوهم أحسن تمثيل، ماشي نوعدوهم محاربة الفساد ونساوه. نعم. ماشي نوعدهم. ولذلك أنا كنشوف بؤس لا في المعارضة ولو ما كاينش المشاريع. نعم. ما كاينش بدائل اللي هي ملموسة، ويعني نترك الأمور تمرر وضرب الحريات ولا نقدم بدائل ونذهب إلى التحكيم الملكي. يعني هذا الشيء غادي يزيد من فقدان الثقة ديال المواطنين. نشوفوا غير واحد بروبورتاج صغير ديال جوج دقائق من إنجاز مريم الرئيسي، بعض الزملاء كذلك بعض المنابر الوطنية، كيفاش تعمل مع هذه النازلة ديال تقديم مذكرة لطلب تحكيم ملكي. تابعوا البروبورتاج. في صراعها مع رئيس الحكومة، أحزاب المعارضة تستعمل وسيلة أخرى. لأول مرة أربعة أحزاب ترفع مذكرة إلى جلالة الملك طلبا للتحكيم على إثر تصريحات لرئيس الحكومة وصفتها بالمنافية لدستور المملكة. كيف يمكن قراءة هذه الخطوة؟ جانبنا كصحفيين يعني شخصيا يعني كان مفاجئ، لأن لأول مرة هناك هاد طلب تحكيم للملك على أساس تشكي من تصريحات سياسية في تجمعات وفي مهرجانات، وهذا التشكي هو كيقوم على أساس أنه أن رئيس الحكومة يستعمل اسم الملك أو يدعي بأن حزبه هو المفضل عند الملك إلى آخره. فهذا النوع من التحكيم هو جديد، ممارسة جديدة يعني في الحياة السياسية. ممارسة جديدة حسب البعض، لكن السؤال المطروح هل ما أقدمت عليه أحزاب المعارضة الدستوري؟ الجواب على لسان متابع جيد للأحداث السياسية. رسالة المعارضة فيها نوع من التأويل الدستوري، هل هو صحيح أم لا؟ هناك قراءة أخرى وهي أن التحكيم لا يكون إلا بين المؤسسات الدستورية، بين البرلمان وبين الحكومة. هل يمكن أن نقول بأن توظيف الاسم من الملك من طرف الأحزاب السياسية هو خرق للاختيار الديمقراطي؟ هذا سؤال. هل يمكن أن نقول بأن توظيف الملك أو أن يقول حزب معين بأن الملك يحمي حكومته أو ولايته الحكومية فيه انتهاك لثوابت الأمة؟ أظن بأن طلب تحكيم الملك في هذا الموضوع هو أكبر بكثير من حجم الوقائع السياسية التي يستند إليها. لذلك يمكن أن نقول بأنه طلب تدخل سياسي أكثر منه طلب تحكيم ملكي يستند إلى مرتكزات دستورية فعلية ومتماسكة. مذكرة رفعت إلى الملك هي واحدة من جولات الصراع بين الأغلبية والمعارضة، صراع داخل البرلمان كما خارجه، البعض يعتبر الممارسة صحية. الصراع المحتدم بين الأغلبية والمعارضة شيء طبيعي في جميع الديمقراطيات، لأن اللهم أن تقوم المعارضة والأغلبية بشنآن ونقاش حاد ما يسمى بالبوليميك السياسي في الفضاءات العمومية في البرلمان، أو يقوم الشارع بهذه الوظيفة. إذن المسألة عادية وطبيعية. ويبقى أن الكثيرين أجمعوا بأن طلب تحكيم ملكي من قبل الأحزاب الأربعة يطرح أكثر من سؤال على الطبقة السياسية والفعل السياسي في المغرب. سي مشمش، عندك شي تعقيب على شي فكرة قبل ما ندوزوا للمآل هذا الجدل؟ طيب. نحن بحاجة إلى فقهاء القانون الدستوري اللي فاهمين قراءة وتحليل الدستور نصا وروحا باش نتفاهموا.
ماشي انا ولا غيري من ينتج خطاب اعلامي يدير قراءه من وجهه نظر الفقه الدستوري. ثانيا انا استغرب بعض التحليلات اللي كتقول هذه الاحزاب المعارضه ما دارتش مذكره في المستوى المذكرات اللي دارتها الكتله الديمقراطيه في تسعينيات القرن الماضي. ملي كتسول بحال اش هذا المضمون المذكره المطالبه بالاصلاحات الدستوريه والمؤسساتيه، فعلنا بعد هذا الدستور هذا باش نديروا المطالبه بالاصلاح الدستوري. احنا في حقبه جديده في عهد دستوري جديد كنعيشوا فيه تلكؤ وتباطؤ وتاخر في تفعيل المقتضيات ديال الدستور الجديد. اخوان تكلموا على ازمه الثقه، نعم هناك ازمه ثقه عميقه ما بين مؤسسه رئاسه الحكومه وما بين ماشي فقط المعارضه، ما بين مكونات اخرى من المجتمع. الساده الوزراء بغيت نسول الساده الوزراء، هل من المعقول وهل من المنطقي انه طيله 3 سنوات السيد رئيس الحكومه ما عمره فكر يمشي يعيط لهذه الاحزاب المعارضه؟ لك احنا جميعنا متفقون على اننا كنعيشوا واحد الفتره مهمه جدا في التاريخ المعاصر ديال بلادنا. شي حد كيسميها فتره انتقاليه، شي حد كيسميها مرحله التثبيت الديمقراطي، شي حد كيسميها كيف ما سميت، هذه مرحله مهمه من التاريخ كان يفترض ان هذه الازمه الثقه ما تكونش ما بين الحكومه وما بين المعارضه والمكونات الاخرى من المجتمع، لان مع الاسف السيد رئيس الحكومه ما بدابش غير مع المعارضه وصافي. مدابز مع الباترونا، مدابز مع النقابات، مدابز مع جزء من الصحافه، مدابز مع المعطلين، مدابز مع خلونا غير في الفرق السياسيين. الفرق اجد شكون المسؤول في نظرك السي مش على ازمه الثقه؟ لان دابا كاين اجماع بانه كاين ازمه الثقه، شكون المسؤول عليها؟ استاذ الجليل استدعى المثال ديال بريطانيا 2 مرات. رجالات السياسيه في بريطانيا ملي كيبغي يواجه الخصم ديالو لا يجرؤ يقول الخصم ديالو انت تكذب، تيقول له ما كتقولش الحقيقه. فبالاحرى انه يوجه للخصم ديالو خطاب اللي فيه السب وفيه القذف وفيه كل المفردات ديال اللغه منحطه بديئه اللي كيجبدها من القاع، وفين هادشي كيدار في قلب المؤسسات الدستوريه. واش كتابعوا الجلسات ديال الاسئله الشهريه؟ نحن نشعر بظلم كبير لما السيد رئيس الحكومه كيوجه لنا كلام قاسي. واش حنا كلنا جماعه المفسدين؟ واش الامهات ديالنا تيولدوا غير الاشرار؟ حاشا الله. فاذا ملي كنحسوا حنا باننا نظلم ونقصف ويمارس في حقنا يعني خطاب موغل في القساوه، شديد القساوه، شنو كيديروا الناس اللي بالعقلاء؟ ملي انا وياك كنكونوا مدابزين مختلفين، فين خصنا نمشيو؟ خصنا نحتكموا لشي مؤسسه، احتكمنا القضاء، مشينا للقضاء، رفعنا دعوه ضد رئيس الحكومه، هذه عام ونص وما نعسين عليها. السيد رئيس الحكومه اتهمنا باننا كندخلوا الناس الحبسات، اتهمنا باننا كنتحكموا في الولات العمال، اتهمنا باننا مفسدين، باننا نهبنا وسرقنا، باننا جماعه ديال الشلابيه. هذه اتهامات غريبه. هذه كلمه المعارضه اللي كيتهم رئيس الحكومه بالولاء لداعش ولا وعدم الولاء كل واحد كيتحمل مسؤوليته وتفرق الزوج وزوجته وداك الشيء. شوف الا اعطيتني دليل واحد يثبت باننا استعملنا كلام يخدش الكرامه ديال رئيس الحكومه، انا من هذا المنبر اقدم الاعتذار على ذلك. الاصاله والمعاصره ولا كاحزاب المعارضه الاربع؟ انا الان اتحدث باسم الاصاله والمعاصره. لان المذكره ديال اربعه الاحزاب التي تحدث اننا وصلنا لهذا المستوى، حولنا الساحه السياسيه لما يشبه مشتمه جماعيه. مشتمه جماعيه. اكاد اقول باننا ولينا موضوع ديال سخريه المراقبين. لما كيشوفوا المؤسسات ديالنا تينحدر فيها الخطاب وتهبط فيها الخطاب، كيقول الاستاذ الجليل بانه المعارضه كذلك الأستاذ المحترم المعارضة كتعارض بن كيران. سيدتي هل اطلعتي على الرصيد ديال الوثائق ديال الفرق البرلمانية ديالنا؟ طلعتي على المبادرات اللي قدمنا وعلى الاجتهادات اللي قدمنا وعلى البدائل وعلى الاقتراحات وعلى القراءة ديال السياسات الحكومية وعلى الرصيد البنك الأسئلة اللي وجهناه وعلى كل العمل المتواضع اللي قمنا به؟ نحن لا نعارض الحكومة ونختزلها في رئيس الحكومة. رئيس الحكومة طبعا نتواجه معاه، نحتك معاه، لأنه كنتلاقاو معاه كل شهر في البرلمان. من الطبيعي جدا اننا تنتلاقاو مع رئيس الحكومه. ما عندكمش مشكل مع الشخص، عندكم مشكل مع المؤسسة ولا الاغلبيه. ولكن انا كنقول بان هذه الازمه الثقه المستفحله اللي كاينه ما بين رئيس الحكومه ومكونات في المجتمع من بينها المعارضه امر لا يستقيم مع العهد الدستوري الجديد ولا يجوز. يمكن انا في المعارضه كنظن الى غلطت قولي غلط، يمكن انا في المعارضه بعض المرات نستعمل خطاب فيه شويه القساوه. ولكن انت رئيس الحكومه، انت الرجل الثاني في الدوله بعد جلاله الملك، المفروض تكون قدوه، المفروض تعطي مثال، ماشي تنتج خطاب كله قساوه وكله السب وكله القذف. واش كتعرف واحد المره تيخاطبني تيقول لي السي بن شماش راعي المفسدين، الفاسد وراعي المفسدين. اسمعوا السي العثماني على هذه القضيه، لان دابا دخلنا في المسؤوليه على ازمه الثقه، مسؤوليه من؟ طيب طيب انا كنقول بانه الخطاب السياسي يواجه بخطاب سياسي. راه حنا شفنا برلمانات
وقعت في اليابان وقعت في دول بالكراسة وقعت أخيرا في تركيا بدأ بزين قاع الحمد لله إحنا ما عدناش هادشي. الخطاب السياسي يواجه بخطاب سياسي، الكلام يواجه بكلام، يجب أن نرقى إلى مستوى، أنا أتفق معك، يجب أن ننتج خطابا سياسيا مسؤولا، ولكن أثناء التنازع السياسي بالأحزاب السياسية يقع أنه يمكن أن يقع التجاوز في الكلام، يجب أن يواجه بالخطاب السياسي، هذه النقطة الأولى. ولكن أنا عندي دائما غادي نرجع للأسماء، أنا كنقول بأنه أنا متفق أنه الحكومة خصها تقوم بالمهام ديالها في تنزيل الدستور، لكن الحكومة راه عندها 5 سنوات راه غادا غيتكمل إن شاء الله القوانين التنظيمية والقوانين الأخرى وغادي اسمه غادا باقي لنا 2 سنتين راه غادي نكملهم. ولكن المعارضة لم تستطيع أن تملأ فضاءها الدستوري. المعارضة ماشي فقط مناقشة، عندنا لجان أنا نقول لك مثلا لجان تقصي الحقائق الآن تسهلات، فاش كنا احنا في المعارضة كان عندنا 50% من التوقيعات ديال الاسماء، دابا ولا 25%. برنامج نتقص الحقائق الوحيده تصدر فينا هو وعوق نعم وعقد لماذا رئيسها قدم استقالته. برنامج نتقص الحقائق في ملف ضخم فيه فساد حقيقي بالارقام بالحجج بالوثائق، وعطينا رئيس الحكومه وعطينا الوزير العدل شنو دار به؟ لا تقص الحقائق ديال اكيد وعلى مكتب التسويق والتصدير امتى دار هذا؟ لا دابا هذه دابا اللي درتو الان ديال الفيضانات ديال الجنوب واللي الان توقفت بسبب نزاعات داخل المعارضه او بسبب اسباب اخرى لا ندري، مع ان هذا واحد الملف انا بالنسبه لي الحكومه مستعده الى كانت نتائج ديال المسؤوليات ديال اي طرف لا في الحكومه ولا في غيره تحمل النتائج، ولكن انا في رايي خص الحكومه ان تملا فضائها الدستوري، ولانها لم تستطع ان تملا فضائها الدستوري كتحاول ما ان كتصرف امور ما لجأت اليه اللي هي بسيطه اللي هي الخطاب السياسي. جوابك السي مجاد على ان المعارضه يعني المفككه ضعيفه لا تقوم بواجبها الدستوري. اولا نوضح اشياء اللي تقالت لابد ان نوضحها، هو اللي كتعلق الان بهذا الجدل الدستوري انا كنعتقد بان هذا تم الجواب عليه، لانه جلاله الملك بعث المستشارين ديالو وتلاقاو مع المعارضه وبعثهم وتلاقاو مع رئيس الحكومه، الجواب كاين الان، بالتالي انا كنعتقد بانه فقط كندورو في حلقه مفرغه ديال واحد النقاش دستوري اللي واش غنتوسعوا في النص او لا. انا كنعتقد انه العمق الاشكاليه ماشي الان هو واش كاينه مذكره فيها التحكيم، ولا العمق الاشكاليه هي الممارسه ديال رئيس الحكومه هي اللي خصنا نناقشوها. ثم خليتوا الممارسه والعمق الاشكاليه والدواعي مشيتي كتناقش واش عدد الناس مشاو كيناقشوا واش المذكره تكون واش تحكيم واش مشكل دستوري، هو المشكل سياسي اولا، المشكل ان رئيس الحكومه اشنو قال، ونزيد اكثر من هذا الشيء اشنو كيقول ما نقدرش نقول الكلام اللي قال على نائبه برلمانيه، ما نقدرش نقوله هنايا نهائيا، اربا بنفسي انا اقول هذاك الشيء. اذا كاين واحد العدد ديال الممارسات كثيره، نزيد نبدا نقول الاشياء اللي قال، اربا بنفسي انه نبدا نقول الاشياء اللي والممارسات اللي دار رئيس الحكومه. اذا نزيد مساله بسيطه، رئيس الحكومه اللي لابد انه يكون هو كيقدم النموذج للنشأ، انا شفته في فيديو على موضوع الامازيغيه كيقول لواحد السيدي لا كنتي متفق معايا هو هذاك ما كنتيش متفق معايا انا غنجي عندك صرفقني، ومشى لعنده السيد عنقه لانه ما يمكنش يصرفق واحد السيد. شنو كنعطيو شنو النموذج اللي كيعطيه هذا رئيس الحكومه اللي كيجي السي العثماني يقول لي ما ملأتوش هذا الفراغ الدستوري او الدور ديالكم الدستوري بعد المساله ديال النشأ؟ هذا واحد الانسان شاب كيشوف فيه كيشوف رئيس الحكومه طفل مساله مهمه كيقول له اما اتفق معايا عن غير ما اتفقتيش معايا صرفقني. واش كتعتقدوا بان هذا هو النموذج الديمقراطي؟ هذا ماشي غير ضرب الاختيار الديمقراطي، هذا ضرب ابسط المبادئ ديال الاختلاف وديال التربيه الديمقراطيه. نجي لمساله اخرى هي المساله هذا الكلام على البؤس ديال الخطاب، انا كيظهر لي ان هذا الخطاب السياسي هذا كلام عدمي مبالغ فيه، خصنا ننتقدوا الاشياء الملموسه، واللي كيقول البؤس الخطاب السياسي للمعارضه وكذا يعطينا النموذج يعطينا البدائل يقول لنا شنو عنده، لان بسهوله يمكن لي نقول حتى انا هذا الكلام على اي واحد. المسألة الأخيرة اللي بغيت نختم بها اللي ما قامش بدوره الدستوري هي الحكومة، شحال القوانين التنظيمية اللي دازوا لحد الآن وحنا قرابين ننتهوا غنبداو في الانتخابات. أنا كنظن تنزيل الدستور هي مسؤولية الحكومة، شحال حنا ما بقاش الآن سالينا بالنسبة للانتخابات ونجيو نناقشوا حتى الانتخابات والتأخر اللي حصل فيها. أنا ها هو الدور الدستوري الحقيقي. غادي ندوزوا لهذ المرحلة الانتخابية، لأن كاين اللي كيقول بأن ربما هذه الأمور كلها وهذا الجدل مرتبط. ندير واحد المبادرة، بغيت نقترح واحد الاقتراح وأرجو الأخ جماعة أبو الحسن أن تلتقطوا دوزام ولا غيرها من قنوات الإعلام العمومي.
أسيدي بغينا السيد رئيس الحكومة والأمناء العامون ديال الأحزاب يجيو عندكم هنا في مناظرة تلفزيونية قدام الشعب المغربي وعطيو لهم واحد 3-4 سوايع باش نشوفوا شنو اللي كيضر اشنو اللي كيضرنا في هذه البلاد. ولكن لانه هادشي اللي كيضرنا كاين شي مشمش اللي كيقول لك كاين اللي كيقول لك كاين قراءه اخرى كتقول لك التلفزيون هي السبب في هادشي لانه كل ما كانش النقل التلفزيوني ديال جلسات المساعده الشعبيه ما يكونش في هذاك الخطاب اللي كيكون السبب على عاد هادشي اللي كيقول السيد الوزير راه حنا دابا في الخطاب ديالنا ماشي كنتواجهوا خطاب سياسي هذا عنف لفظي هذا عنف لفظي ورمزي خطير يجرح ويؤسس لسيكولوجيا جماعية ماشي صحية ولذلك احنا بحاجة إلى ميثاق أخلاقي باش نوضعوا القواعد لتدبير خلافات من بينهم. المسألة ديال الصراع السياسي مسألة مشروعة ويجب أن يكون هناك صراع سياسي قوي جدا في المجتمع ديالنا وفي إطار البرلمان. ما هو غير مقبول هو البداءة وهو يعني المسائل اللي كتمس بأخلاقيات النقاش الديمقراطي في مجتمع ديمقراطي. المسألة الأخرى وهو أنه أزمة الثقة أنا تنظن لي راها المسؤولية مشتركة مشتركة المعارضة وكذلك بالنسبة للأغلبية يجب كلنا أننا نتحمل مسؤوليتنا لأن هذه المسألة ديال تنزيل الدستور راه ماشي فقط الأغلبية هي اللي مسؤولة عليه الحكومة ولكن كذلك المعارضة الأحزاب السياسية المجتمع المدني كمجتمع نحن كلنا مسؤولين على الدستور غير بالنسبة للسي حكيم لا بالنسبة للمعارضة أنها تقدم القوانين التنظيمية شوف واحد القضية اللي قلتي بأنه يجب على رئيس الحكومة أن يكون قدوة أنا تنظن نحن كنخب سياسية كأحزاب يجب كلنا نكون نخوة نكون قدوة بالنسبة للمجتمع يجب علينا أن نعطي هذا المثال هذا لأن هذه النخب السياسية لماذا نسمى نخب؟ نسمى نخب لأننا يجب أن نكون قدوة بالنسبة لجميع المواطنين ولكن المسألة اللي خصنا نعملها اللي خصنا لابد أن تكون فيه أنه كلما كانت المعارضة قوية كلما كنا يعني انه نجحنا بالنسبه ديال التنزيل الديمقراطي ولكن الاشكاليه اللي مطروحه الان يجب على المعارضه ان تلعب دورها اكثر يعني بالنسبه للمشاريع القوانين 70% بالنسبه للقوانين ديال المشاريع شحال نسبه المشاريع لا ماشي هذا هو السؤال شحال نسبه مشاريع القوانين اللي جابتها الحكومه واللي صوتنا احنا معها كمعارضه شحال نسبه اللي غتجاوب على هذا السؤال 90% احنا غادي تجاوب ولكن وحنا نتهم باننا شيطان نتهم باننا نعرقين مزيان انا بغيت نختم بواحد النقطه سي جمال غير الاخت قالت بانه كاين هناك بؤس الخطاب وخطاب البؤس الى غير ذلك هذه مسائل شعارات تنسبها من السبعينات بحال المغرب ما تطورش من السبعينات لنا بحال ما كانش 2011 بحال ما كانش دستور جديد المغرب يختلف عنا لا السيده منير خصها تجاوب على هذه النقطه ديال بؤس الخطاب والخطاب العدمي السيده منيب غير الا كان جواب لان تماما الا بغيت تنتقدون يعني ما يقال والممارسه وهذا ولكن لا تقدموا البديل لا نحن نقدم البديل وغنقول لكم فين كنقدموا البديل مثلا الدستور ديال 2011 اللي جا متقدم شيئا ما عن الدستور ديال 1996 ولو انه لم يحسم في المبدا الاساسي لبناء الملكيه البرلمانيه اللي هو الفصل الحقيقي بين السلطات هذا الدستور حنا قدمنا فيه من احسن الوثائق الحزب الذي يترأس الحكومة اليوم ما كان عمره ما طالب شي إصلاح دستوري أو سياسي والمعارضة تقدمت كلها بمذكرات ما وصلت حتى المستوى ديال هذا الدستور ديال 2011 هنا فين كنقول لك تقدمنا بمذكرات مهمة جدا في كل المشاريع لا تؤخذ بعين الاعتبار نحن نعاني من إقصاء راكم عارفين هذا الشيء وهذا الشيء ماشي تنبكيو هنايا حنا عندنا إقصاء بعد بالتمويل مع عندنا التصريف فرنك عندنا اقصاء ديال المناضلات والمناضلين ديالنا المناضلين ديالنا الشرفاء في ورزازات راهم تحت القضبان كانوا حاضرين في المؤتمر ولكن محاكمات وهي متابعين بها نحاكم بتجريم العمل النقابي نحاكم بالتسريحات ديال المناضلين اللي منتمين للحزب ديالنا اذا حنا كنتقدموا عندكم نيه البناء ولكن وانا كنقول بان البؤس ديال الخطاب اللي كنتكلم عليه اليوم والبؤس ديال الممارسه اللي الذي ينتهج لا من قبل الاغلبيه ولا من قبل المعارضه هو اللي كيكرس بان الدوله العميقه اليوم في المغرب مستمره بثوابتها هما اللي كيثبتوا لنا يعني نظام غير ديمقراطي ما كاينش الفرجه باش تفتح التطور نحو نظام ديمقراطي هذه الحكومه اللي كنشوفوا هذه المعارضه وهذا الشيء غير صوري وحنا كنعرفوا بان الدوله العميقه ضربات الاحزاب اللي جات من الحركه الوطنيه باسم التعدديه حنا ما كرهناش التعدديه ولكن باقا الان كتفرخ لنا احزاب وكتعطيهم الملايير وكتساندهم واليوم كتقول لي المعارضه فيها اللي كان في اليسار ويسمي راسه يسار عنده الحق يسمي راسه يسار فيها حزب استقلال اللي هو ما عرفنا وسط يمين ما عرفش شنو وفيها لا اسمح لي وفيها احزاب اللي هي حنا كنسميوها احزاب اداريه خلقت ماشي باش شي قدح
كيفاش يمكن هذه الأحزاب مجموعة أنها تقدم مشروع محترم بالنسبة للبلاد، وهي تخلات على المعركة اللي كانت في الشارع اللي كنا كنطالبوا ب يعني تأسيس الديمقراطية في بلادنا، بالتأسيس للتوزيع العادل للثروة، شكون كيتكلم عليه؟ اليوم غير نعطيكم غير مسألة نسالي بها. يعني ها هو المجلس الأعلى للحسابات حل واحد العدد ديال الملفات ديال الفساد والتلاعب بالمال العام، من ضمنهم رؤساء ديال الجماعات الفاسدين. حنا كنعرفوا الناس سي دي غاباس مافيا اللي كتهبط الجماعات، ما كاينش ذاك المناضل، المناضل اللي كيتقسم عنده فلوس باش يدير حمله انتخابيه، كيجيبوا بشكاره مفلس. واليوم الملفات اللي هي حلها المجلس الأعلى للحسابات على العلن، الحكومه كتقول لنا ساؤجلها حتى تدوز الانتخابات. راه يمكن شي وحدين كتبوا عليهم مساكن؟ اسيدي فين هي دوله الحق والقانون؟ فين هو استقلال القضاء اللي حنا كنطالبوا به؟ وانا تجي تقول لي راه الناس، انا ما كنقول لكمش انا من خارج المعارضه، وانا كنعتبر الحزب الاشتراكي الموحد ولا في دراية اليسار الديمقراطي اللي انا اليوم كنسق الاشغال ديالها معارضه حقيقيه، لانها كتقدم مشروع بديل على المستوى الاقتصادي. علاش المغرب؟ اسمح لي الاستاذ حداد دائما كتقاطعني، وهذا الشيء ماشي من اداب النقاش. نحن مقصيون بكل الواجهات، ونجيو هنا البلاطو خمسه ضد واحد راه ماشي معقوله، وراه انا اللي ضدكم جميعا، لانه ما كاينش ضد شي. لا 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 ولكن حضور الكريم، لا ربما اختلاف وجهات النظر، ولكن ماشي خمسه ضد. انا بغيت نسول السي، غير باش ننهي واحد الكلمه، لا غير باش نسالي مع هذه النقطه ديال التحكيم. غير هو كل مره وانا تنسمع بعد الحضور الكريم هنا في هذا البلاطو كيتكلموا كيسمعوا عاوتاني هذه المرحله شي تسميه اخرى. شحال هذه سمعنا بالانتقال الديمقراطي، انتقال الى الديمقراطيه نحن نؤسس، وحنا شحال حتى نبقاو في هذا الانتقال الابدي اللي تكلمت عليه في البدايه، في حين ان الانتقال الديمقراطي تحمله احزاب اللي كتكون مسؤوله. وانا بغيتهم كلهم يشعروا بهذه المسؤوليه، واخا حنا باقيين في دوله الافلات من العقاب، يشعروا بهذه المسؤوليه ويقولوا بانه خصنا نديروا واحد الحجره في اطار البناء الديمقراطي، وما تبقاش الملكيه البرلمانيه كشعار فقط في الدستور، وتكون حقيقه ملموسه ونوصلوا للسياده الشعبيه. سي زين الدين، انا ذاك شكون اللي غنساله؟ هل هذا الجدل بخصوص المذكره طلب التحكيم وهذا حسم كما قال السي مجاهد باستقبال مستشاري او لقاء مستشاري جلالة الملك، سواء مع أحزاب الأغلبية المعارضة الأربع أو مع السيد رئيس الحكومة مرفوقا بوزير ما، ما عرفناش، لأن ربما هذا النقطة نقول للسي عثماني، لأن إذا كانت أحزاب المعارضة تواصلت وعقدوا عقد أحد أقطاب هند وصحفية وتكلموا، يعني المذكرة تنشط الرأي العام، وما يعاب على الحكومة ولا رئيس الحكومة أنه لم يتواصل. شنو وقع؟ واش كان دعوة للتهدئة؟ واش ربما رجعت المياه إلى مجاري؟ بقات التأويلات في الإعلام لا ثلاث أيام الأخرى، لا رئيس الحكومة في افتتاح اللقاء اللي كان في مراكش. فهذه الأمور ربما خصها غير تواصل مع الرأي العام باش يعرفوا الناس. واخا نرجع لك هذه النقطة نسمع السي زين الدين في هذه القضية ديال اللقاء. يعني مطلقا أنه مسألة ديال اللقاء ديال مستشاري جلالة الملك مع فرقاء السياسيين على أنه تحكيم ملكي، راه تمشي هنا كنشوفوا الادوار الدستوريه ديال جلاله الملك اللي كتدخل في هذا الاطار، وبالتالي هنا كنتكلموا على شي حاجه اللي نتكلموا على يعني ما يمكن نسميه. كاين واحد الحاله اللي كانت في العهد ديال الحسن الثاني الله يرحمه، وهي مساله ديال التحكيم السياسي، وقعت ما بين الاغلبيه وما بين الاقليه فيما يتعلق بالقوانين الانتخابيه. فبالتالي هنا اللقاء ديال المستشار جلالة الملك لا يندرج اطلاقا ضمن مقتضيات الفصل 42 فيما يتعلق بالتحكيم الملكي. انا اللي بغيت نمشي واحد المساله، تحكيم سياسي ملكي، لا لا ماشي تحكيم سياسي، انا نقول لك ماشي، انا اللي كاين الان يعني التحكيم كيكون عنده اصول ديالو، اللي هو كيكون ما بين في العلاقه ما بين النزاع سياسي ما بين الحكومه والبرلمان. هنا كيدخل جلاله الملك بمقتضى ديال الدستور، ماشي الفصل كيقول على ان جلاله الملك هو هو الحاكم، هو اللي كيسر على صيانه الدستور. وظائف التحكيم، وظائف التحكيم الحاكم الاسمى بين المؤسسات الدستوريه. زيد دونك اذا ماشي والصائر على صيانه الدستور، زيد دونك ماشي والاختيار الديمقراطي وحمايه الاختيار الديمقراطي وصيانه وحمايه حقوق الاقل المواطنات والمواطنين. نعم ماشي، ولكن هنا يمكن وهذه المبادره اللي دارت احزاب المعارضه ما داخلاش في شي خانه من هذه الخانات. لا ولكن ما داخلاش المعارضه، راه ماشي مؤسسه دستوريه باش نوصفوا على ان مؤسسه دستوريه. المعارضه ماشي مؤسسه دستوريه بموجب الدستور، ماشي معارضه، راه ماشي مؤسسه دستوريه. المؤسسه الدستوريه هي الحكومه والبرلمان، الامور واضحه. هذا تاويل تقليداني، لا ماشي تقليداني، طيب هذا تاويل حقيقي وهذا ماشي انا ما كتعطينيش الكلمه. لا المؤسسه الدستوريه معروفه. انا غير بغيت نشوف واحد المساله لان مهمه بزاف، وهو ان هذا النقاش اللي كنشوفوا اليوم راه فيه واحد المتغيرات اللي هي حقيقيه. اشنا هي؟ لان هذه اليوم نحن امام حكومه تشرف سياسيا على الملف الانتخابي، هذا كيفسر هذا النوع ديال الحماله اللي كنشوفوها دابا الان.
هذا معطى مهم جدا، وهذا معطى ديمقراطي مهم بالنسبه للحاله ديال المغرب. المعطى الثاني اللي كنشوفوه هو ان مشي لا لا مشي هذه مساله مهمه جدا، ان حكومه عباس الفاسي اشرفت على الانتخابات اولا بالنسبه لعبد الرحمن اليوسفي، ولكن في ديال المتغيرات ديال الدستور ديال 2011 وهذا ما اوكي. هذا المعطى الاول. المعطى الثاني وهو ان اليوم المتغير الثاني هو ان اليوم اللي كنخرجوا في واحد الانزياح من منطق ديال التوافق السياسي اللي كان كيحكم الفرقاء السياسيين اغلبيه والمعارضه الى منطق ديال المواجهه المباشره في الاتجاهين معا. اليوم راه كنشوفوا ان داخلين لهذه الانتخابات بدون رهانات استراتيجيه، بدون برامج حزبيه، بدون تعاقد جديد مع المواطنين. فهمتي في فين هو فهمتي دابا الان هذا النقاش اللي كاين الان واش البرنامج الانتخابي دابا انا حنا الان ما كنتكلموا على السب وعلى القد، ما كنتكلموا على فهمتي هذا فهمتي انا ما غاديش فيتش المواطن. لا غير قال شويه قال سي العثماني طلبت الكلمه لا ودرتي عليهم وانا ما عطيتش. لا لا الان لا غير هذه القضيه ديال دعوه ملكيه للتهدئه وللنبي الفرقاء السياسيين، واش تاكدوها ولا تنفيوها ولا ما كاين ولا غير؟ لا انا ما عندي حتى شي معلومه في هذا المجال. سي حداد عندك شي معلومه في هذا المجال؟ اصبر كمل الجمله. لا الا ما عندك المعلومه صافي كنقراو الملك يدعو. علاش؟ لاني انا هنا كنمثل الحزب، ما كنمثلش الحكومه ولا امثل. سي حداد كان شي دعوه للتهدئه هدنوا سكتوا الانتخابات ولا ما كاين؟ تنظن انه من الخطابات السياسيه اللي كانت في هاد يعني نهايه الاسبوع بالنسبه للفرقاء ككل اللي تلاحظوا هناك يعني واحد النوع ديال التغيير، اذا هناك رغبه في التهدئه. وحتى بالنسبه للانتخابات يعني انه الان كل يقر بانه الانتخابات ستكون في موعدها. اكيد ولا ما عندك معلومه انت ما عطيت على هاد الدعوه للتهدئه؟ لا انا ما عاودليش سي بن كيران شنو دار بينه وبين مستشار جلاله الملك باش نقول لك، هو اللي خصو يجاوب. اما انا قلت انا نشرت الوثيقه. سي مجاد الفكره كنت باغي تقول. لا انا بغيت فقط اولا ناكد مساله مهمه اللي طرحت على الدور ديال المعارضه فيما يتعلق بالمساله ديال دورها في تنزيل الدستور. نذكر هنا بانه جميع مقترحات بعد القوانين كترفض، بما في ذلك الحق للمعارضه في تقدم فيما يتعلق بالقوانين التنظيميه. إذن وهذا أمر جديد باش نقولوا بأن المعارضة ما لعبتش دور في تفعيل الدستور وفي تنزيله. المسألة الأخرى اللي بغيت نأكد عليها أيضا هي المسألة ديال تبخيص الخطاب السياسي. خصنا نكونوا حذرين، لأن تبخيص الخطاب السياسي والنخبة السياسية هو اللي كيفتح الباب لليمين وللفاشية وللتطرف. وما ننساوش على أنه الآن حنا كنعيشوا في ظروف اللي هي صعبة جدا في محيطنا ولكن حتى في بلدنا فيما يتعلق بمسألة التهديد الإرهابي والتطرف. والتهديد الإرهابي ماشي مسألة اللي كتنزل شي واحد كيحلم بأنه الله غدا كيصبح إرهابي. كاين هناك شحن ايديولوجي، كاين هناك تبخيص للطبقة السياسية، كاين هناك عمل ايديولوجي خطير ديال التكفير، كاين هناك أشخاص وجماعات ومنظمات اللي كتلعب هذا الدور بشكل اللي هو خطير جدا. ولذلك ما يمكنش نعتبروا بانه الان حنا كنشتغلوا في واحد الاطار عادي وان الامور عاديه في المغرب. خطر حقيقي قائم، وحنا هذا العمل مشتغلين فيه كحزب. غدا عندنا ندوه في مجلس المستشارين حول هذه المساله اللي الهدف منها هو انه كل الفاعلين كيخص يدخلوا الان في مواجهه الارهاب. لكن اعتقد بانه هذه مساله خطيره جدا لابد ان تناقش، لان ما نخرجوش على سياقها، ما نعتبروش باننا احنا كنعيشوا في المغرب في واحد الواحه من السلام ومن الامن ومن الاستقرار. انا كنعتقد بانه هذه مساله خطيره لابد ان تناقش. لا انا بغيت غير نقول واحد القضيه، لان تشرت انا اكدت على مساله انه النقاش السياسي هو نقاش سياسي، احيانا يكون ساخنا، احيانا تكون فيه الفاظ بالاخر، ولكن خصو يتواجه بنقاش سياسي. ولكن هني في واحد المستوى اخر ما نأولوش كل شيء داروا رئيس الحكومه كنديروا ليه التاويل السيء. هو السيد تفاهم مع السيد اللي نزل عنده وقال لي ضربني، مالك معاه؟ رئيس الحكومه محبوب لدى كثير من الناس وكيمشي لا اسمح لي يصرفقني. لا دابا هذاك التربيه الديمقراطيه هذه لا 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 حيت انت ما سمعتيش وانا ما سمعتش اشنو قال هو. لا انا شفتو في الفيديو نجيبو دابا نصيفطو لك. الله يسكت اشنو قال هذاك السيد في هذاك اسلوب ديال التواصل. هو ما قالش لي انا نصرفك. واش قال لي؟ واش قال لي انا نصرفقك؟ قال لي صرفقني معايا صرفقني. هذه ماشي تربيه ديمقراطيه، هذا فيديو كاين. لا 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 هذاك التأويل اللي عطيتني هو تأويل غير خلي من نهائي. خلونا الفيديو هذا خلونا لان كاين اللي كيربط هذا الجدل وهذا بهذا السباق يعني او لا يعني احنا على ابواب يعني واحد السنه انتخابيه اللي هي هذا اكيد ربما يعني الفرقاء كلهم يقدروا يكونوا يتفقوا بانه الانجاح الارهاب التهديد الارهابي ما عنده علاقه مع الانتخابات.
واش دابا هادو جايين هذاك موضوع اخر سي مجاهد اللي كتقول لي ان السياق حنا كنتكلموا في بحال زعما كنديروا حمله انتخابيه. هذا تهديد كاين خلايا تكتشف ب علاقته بالانتخابات. انا غنقول لك شنو علاقته هي الحملات التكفيريه اللي كدار. هو انه كاين هناك ناس اللي معروفين واللي عملوا اللي كفروا مثلا الكاتب الاول ديال الاتحاد الاشتراكي. شكون هذا بنكيره اللي كفر واللي حنا غنرفعوا دعوه وغادي نقدموا شكايه الى وزير العدل في كل هذوك الناس سواء كانوا المنظمات سواء شيوخ اللي كيقولوا بان تماما بلا ما نجبدوا الاسماء. طيب ولكن غنعرف شكون اللي كيحرك هذه نعلق عليها حقيقه على الارهاب. لا غير اسمع لي انا متفق معك نحن جميعا ضد الارهاب. هذا كلام لا ما نحرضوش عليه. لا 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 حتى واحد ما غيقول انا مع الارهاب. لا اسمع لي ونحن ضد التحريض عليه وضد التكفير ولكن واحد القضيه راه دول كثيره خذوا موقف من اللي كفر شي واحد ديروا بيان. على كل حال هذا ماشي موضوعنا. كمل ماشي هذا الموضوع. صبر معنا شويه. واخا انا صبر. دابا الان جميع دول العالم مهدده بالارهاب لان هذه عدوى عالميه. صافي اخيرا كانت فرنسا ارهابات مش هذا اثر على الانتخابات وعلى مسار الانتخابات. الانتخابات دارت فوقها الانتخابات مشات كما هو اثر على الانتخابات. لا غير انا كنقول لك انه ما يتقالش علاقه بالموضوع دخل في اطار حمله انتخابيه ولكن تعاون جميعا ضد هذا الموضوع. انا حاربت داعش حلال ام حرام؟ لا ما تسولش اسي مش ماشي لا واخا نطرحوا في طاولة النقاش ولكن نخرج لك نقاش بوحدنا ما كان لا الحلال والحرام مش في العلمي. لا 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 لا, لا 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 نحن على ابواب يعني واحد اشهر انتخابيه مكثفه. هو اللي كيقول الشحال على ابواب اشهر انتخابيه مكثفه اكيد ان الفرقاء كلهم متفقين انه خص هذه المحطه تنجح. ربما المحطه الاولى انه كيفاش يمكن اقناع واحد الشريحه واسعه ديال المغاربه والمغربيات اولا بالمشاركه في هذه الاستحقاقات. كذلك مطروح على الاحزاب السياسيه كلها يعني اغلبيه ومعارضه داخل وخارج البرلمان انه كاين واحد كبير ديال الجهويه وديال ديال ديال واحد الاوراش كبيره اللي مفتوحه اللي خصها نقاب محليه وجهويه. ربما هذا الاشتغال هنا اللي فين خص يكون الاشتغال لانجاح هذه المحطه. نبدا بك السيده منيبه شنو في نظرك في تقديرك شنو اللي مطلوب باش لانجاح هذه المحطه هذه ونتجاوزوا ربما هذا الجدل اللي كاين اللي كيعتبره صحي كاين اللي كيعتبره سلبي. على كل حال تمام شكرا على هذا السؤال. انا كنقول باش من اجل انجاح هذه المحطه نحن بحاجه الى السياسه الكبيره. يعني انه على ما يبدو اليوم الحكومة هي مقتنعة بأن هذاك الشكل هكذاك خاصها باش تحكم. المعارضة مقتنعة هي بأن هكذاك خاصها تعارض. يعني نحن أمام يعني واحد النظام ديمقراطي اللي سوري وباقي سوري. الانتخابات المقبلة كاين انتظارات كثيرة ديال المواطنين والمواطنات. من ضمن هذه الانتظارات كان ممكن أننا نقترب نحو الحل بإرساء جهوية قوية كما كان الحديث عليها من قبل. اليوم كنشوفوا بأن الجهوية والمشاريع ديال القوانين ديال الجهويه اللي جات لا ترقى بجهويه الى مستوى الجهويه القويه التي تؤسس للا مركزات يعني القرار والسلط وتعطي سلطه للمنتخب تفوق سلطه المعين. العكس هو اللي صحيح. يعني المشاريع ديال القوانين واللي حنا ساهمنا في المناقشه ديالها وقدمنا مذكرات مهمه فيها واللي قلنا فيها فيما قلنا انه من عهد البصري وحنا كنطالبوا باش يتم التسجيل الاوتوماتيكي ديال الناس بالبطاقة الوطنية. هذه المسألة ترفضت. قلنا هادشي في لوائح انتخابية بطبيعة الحال. واليوم كنشوفوا بأن المغاربة مازالين فاقدين الثقة. يلاه الثلث اللي تسجل الثلث ديال الهيئة اللي ممكن الهيئة الناخبة هي اللي دابا اليوم مسجلة. علاش هاد الناس بالإمكانيات الهائلة ديالهم ما استطاعوا شيء باش يسمحوا للمغاربة بأنهم يتسجلوا بالبطاقة الوطنية؟ كانت هذه مسألة. المسألة الثانية هو أنه طالبنا باش تكون واحد الهيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات لأننا كنعرفوا كاين تحكم ديال السلطة في العمليه الانتخابيه من بدئها الى اخرها. معروفه هذه المساله حتى حاجه ما تدارت. وعلاش كنتكلم على هذه المساله ديال الجهويه بانها كانت غادي يمكن لها توجد لنا مزيان هذه الانتخابات باش تدوز شفافه ونزيهه ومزيانه ونضبطوها بقوانين الى ما غير ذلك. هذه المساله ديال الجهويه اليوم عندها تاثير على الانتخابات. وبالمناسبه ما خصناش نكونوا عندنا قصر النظر نهضروا غير على الانتخابات وغدا. حنا كنتكلموا على مستقبل البلاد اللي خصنا نبداوه اليوم الا ما بديناش من البارح. وهنا اليوم كنقول وحنا في شهر افريل القضيه الوطنيه القضيه الوطنيه كانت غادي تستافد بزاف الا وضعنا جهويه متقدمه ونعطيو الضمانات بان ذاك المقترح ديال الحكم الذاتي اللي تقدم به المغرب واللي بقى فيه كلمتين فقط المصداقيه والجديه انه يولي بالفعل مقترح حقيقي. وهذه المسألة هذه كتقول ماذا؟ كتقول بأن هذا المقترح ديال المغرب عنده مصداقية وجدي ما يمكن له يطبق
إلا في إطار ديمقراطية حقيقية وفي إطار جهوية متقدمة. احنا أخلفنا الموعد على هذه المسألة هذه. نعم. المسألة كذلك غنرجع لك السيدة مونيم، اسمعوا السيد حدثها هو يعني ربما وجهة نظره ومقترحاته لإنجاح هذه المحطات اللي كنتكلموا عليها. هذه المحطة أساسية جدا وأمور كثيرة تجاوزناها، يعني الهيئة المستقلة تجاوزناها الآن. يعني هناك ضمانات سياسية وضمانات قانونية اللي هي موضوعة الآن لإنجاح هذه المحطة. الإرادة الملكية هذه المسألة الأولى، كذلك الانتخابات ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، كذلك تحت إشراف فعلي لوزير الداخلية ووزير العدل، وهناك المقاربة التشاركية اللي كانت من الأول، كانت المسودة الأولى فيما يخص مشاريع القوانين ومسودة ثانية، وحتى في المناقشة ديال مشروع القانون الخاص بالجهات اللي هو تم يعني الانتهاء منه في اللجنة يعني قبل البارحة، تم قبول تقريبا 80 مقترح، وكان للمعارضة دور كبير جدا في هذه المقترحات هذه. إذن كانت هناك مقاربة تشاركية مهمة جدا، وهناك مقترحات القوانين التي ستأتي، تم تقديم المقترح القانون الخاص بالعمالة والأقاليم كذلك بالجهات، وغادي يجي يعني قانون تنظيمي خاص بالجماعات الترابية اللي هو اللي غادي يعوض هذاك الميثاق اللي كان وعشرات من المراسيم. ماذا يعني كل هذا؟ بأنه هناك جاهزية مهمة جدا على المستوى السياسي على المستوى كذلك القانوني باش نباشروا هذه الانتخابات. ولكن ما أتمنه أنا ما أتمنه يعني بالنسبة على الأقل هذه الأسابيع ولا هذه الأيام القليلة الماضية، وهو أنه هناك رغبة من جميع الأطراف بما فيهم المعارضة لإنجاح المحطة المقبلة، وهذه مسألة نوعية يجب أن نتمنها ونستمر. سي بشمش، هل لمستم هذه المقاربة التشاركية في إعداد الانتخابات المقبلة من طرف الحكومة وأغلبيتها؟ سي بوحسن، المغرب بلادنا انخرطت مع أوروبا في إطار ما يسمى بالشراكة من أجل الديمقراطية. كان واحد اللجنة سميتها لجنة البندقية اللي احتدت المعايير الدولية والمعايير الأوروبية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات. إحدى المعايير الأساسية اللي كتقول لجنة البندقية وهو أن المناقشة ديال القوانين اللي مرتبطة بالانتخابات ستكون تسالات 6 أشهر قبل إجراء الانتخابات. نحن على بعد 4 أشهر 5 أشهر انتخابات. هذه المقاربة التشاركية اللي كيتكلم عليها السيد الوزير المحترم هي في المرحلة الأولى كانت عبارة عن مشاورات الإدعان أكثر منها مقاربة تشاركية بالمعنى اللي كيتكلم عليه الدستور. هذه المقاربة التشاركية في المرحلة الأولى كانت زائفة وكانت صورية، وكان فيها المنطق هو أجي والأحزاب المعارضة يحقا نديروا المشاورة بين نشاوركم قولوا اللي بغيتوا، وفي نهاية المطاف الحكومة كدير اللي بغات. حنا هذه قبل 8 شهور طلع بيان من المكتب السياسي ديال الحزب يطالب بعقد دورة استثنائية للبرلمان ما بين الدورتين، دورة استثنائية للبرلمان، واقترحنا يكون في جدول أعمالها نقطة واحدة، تجي الحكومة هذه 8 شهور تجي الحكومة وتقدم للبرلمان ومن خلال البرلمان الرأي العام الوطني تفصح على أشنا هو التصور ديالها للخطوط العريضة لهذا المشروع ديال الجهوية المتقدمة، لأن هذه الجهوية المتقدمة اللي كنتكلموا عليها لا تشبه في شيء مشاريع وديناميات الإصلاح اللي عاشتها بلدنا هذه 13 عام. هذا مشروع مؤسس سيعيد صياغة وتشكيل بنية العلاقة ما بين الدولة المركزية والجهات. اللي حصل أن الحكومة رفضت لأسباب غير مفهومة. علاش؟ لأن احنا كنظنوا بأن الحكومة ربما خرجت من انتخابات بواحد الشعور بالزهو، بواحد الشعور يعني بالاستقواء بالأغلبية العددية، ولم تكتشف إلا في وقت متأخر الفضيلة ديال الحوار والمقاربة التشاركية. لا يعقل هذه 3 سنين ورئيس الحكومة ما عمرو جلس مع أحزاب المعارضة، لا يعقل. ماشي احنا زعما بغينا نجلسوا نشربوا اتاي، نجلسوا واجي يا سيدي، راه حنا بلادنا كتعيش واحد المرحلة مهمة جدا، دستور جديد، كاين واحد مجموعة من القضايا التي تستوجب بناء توافقات وطنية. سي بن كيران رفض إعمال المقاربة ديال التوافقات الوطنية، وصرح السي الشوباني صرح في أكثر من مناسبة، لا سيدي باش من مقاربة توافقية اللي كتكلموا عليها، حنا عندنا أغلبيتنا كيعتبر التوافق مناقض للديمقراطية. اسمح لي، احتاج جلالة الملك كيعتبر شي من شماش التوافق مناقض للديمقراطية في القضايا الوطنية الكبرى المؤسسة هذه الجهوية راه تستوجب توافقات وطنية. هذا الإعداد الانتخابات أول انتخابات في العهد الدستوري الجديد تستوجب توافقات وطنية. نحن من دعاة التطبيع مع الديمقراطية، فلتتحمل الحكومة والأغلبية مسؤوليتها والمعارضة تقوم بالواجب ديالها. لكن كيكون نزاع على كاين المؤسسات القضاء. احتاج جلالة الملك في افتتاح الدورة البرلمانية عاد
نبه إلى أن هناك قضايا تستوجب بناء توافقات، عاد تحرك السيد رئيس الحكومة واستقبل الأحزاب في لقاء بروتوكولي، بدأت المشاورات، دوزنا ضيعنا. مشكلتنا سيدي جماعة، مشكلتنا أنه أهدرنا الكثير من الفرص. الحكومة ضيعت الكثير من الوقت بسبب شعورها بالزهو والاستقواء العددي. واخا خلي السبعة ثمانية جاوبنا على قد الزهو والاستقواء بالأغلبية العددية. شحال قتل الانتخابات؟ حنا نبداو في الانتخابات المهنية يوم غادي نبداو. جاوبنا السبعة ثمانية على الزهو والاستقواء بالأغلبية العددية. طيب أنا أولا نقول بأنه ب ب بكل حسن نية وبكل إرادة سياسية الحكومة بشرت مشاورات سياسية. وكان اللقاء الأول في يونيو الماضي 2014، كان اللقاء الأول مع قادة الأحزاب السياسية اللي كان رأسه رئيس الحكومة، وقدمت فيه المشاريع الأولية وغير مقترحات مشاريع الأحزاب السياسية، وطلب منهم يديروا المذكرات، وتصوبت في المشاريع بثلاثة أكثر من 47 مذكرة. ويمكن أن أقول بأن المقترحات ديال الإخوان، لأن من بعد عاود كانت لقاءات تقنية، كاين مشاورات سياسية في المرحلة الأولى، ثم بعد اشتغلت لجنة تقنية مع برئاسة وزير الداخلية اللي شاركوا فيها جميع الأحزاب السياسية، أيضا جميع الأحزاب السياسية، واللي أنا ذاك بشرت التفاصيل. ولكن يمكن أن أقول بأن المقترحات ديال الأغلبية وديال المعارضة، سواء كانت معارضة برلمانية أو كانت أحزاب سياسية خارج البرلمان، تقبل منها واحد العدد مهم جدا، بحيث مثلا غير المعارضة البرلمانية بوحدها فيما يخص قانون الجهات، تقدمت المعارضة البرلمانية 73 اقتراح، قبل منها 30 اقتراح، يعني بنسبة 41%. أنا كنظن بأنه هذا راه جزء من هذا التشاور السياسي. هي دورها مهمة على المستوى الدستوري وعلى المستوى الشعبي الدستوري. لا ماشي داك الشيء اللي قلت. لا لا ماشي الدستوري، الدستوري هو داخل البرلمان. دورها اقتراحها هو المهم كتعترفوا به. الدستوري كنعنيو به، ولكن هذاك بطلب من الحكومة، طلبات المذكرات. هذه مسألة تاهي غناقشوها. طيب جات معنى ذلك انه الحكومه قبلت تقريبا عدد نسبه التعديلات او الاقتراحات اللي قبلت المعارضه البرلمانيه بوحدها تساوي تقريبا عدد الاقتراحات اللي قبلت الاغلبيه ديالها. معنى ذلك انه الحكومه مارست التشاور، قبلت عدد من الاقتراحات، بل يمكن الاخت السيده الامينه العامه تقول لنا على المقترح اللي دار اللوائح المشتركه للانتخابات الجماعيه واللي الحزب ديالكم هو اللي تقدم بها واللي الحكومه قبلتها، غادي نعدلوا قانون الاحزاب التنظيمي للاحزاب اللي كان دوزته الحكومه الماضيه بعد الدستور، بعد التصويت على الدستور، وندخلوا هذه بطلب من حزب ما حتى شي حزب. ولكن ثاني واحد القضيه، ما خصناش نقولوا خص اغلبيه، خص الاحزاب اللي في البرلمان بوحدها، لا حتى الاحزاب الاخرى عندها حقوق، حتى هي راه فيها اجتماعات معها المجتمع المدني، حتى هي تقبلت عدد من الاقتراحات ديالها، واظن بان هذا عن طريق العرائي. اذا سي مجاد، على حسب ما كيقول السي 80، المشكل غير انه احزاب المعارضه ربما ما واجداش الانتخابات. علاش كتقول هذا الشيء؟ كاين هذا وجهه نظر. انا ما قلتش هذا الشيء. شنو كتقول؟ هو الانتخابات ما قالش هذا الشيء. هذا لا قلت لك على حسب هذا الشيء اللي قال انت اللي كتقولوا. لا بلاد ماشي انا ما كنقول والو. هذا الكلام اللي قال السي العثماني، ان الحكومه واجده والقوانين واجده والمسار غادي، غير احزاب المعارضه خايفه على حزب العداله والتنميه اساسا واحزاب المشكله الاغلبيه الحكوميه تفوز باغلبيه صعقه في الانتخابات الماجيه رغم الاختلافات. شكون هذا الشيء وهذا هذا؟ وهذا الشيء علاش بغات كتقول راه تحليل طومات؟ هذا تحليل كاين في الساحه. تحليل واخا اسمح لي انا نجاوب على التحليل. خلي السي مجادي يجاوب. اسمح لي نجاوب على التحليل. رئيس الحكومه وضح هذه المساله. لا انا كيظهر لي بانه الانسان يمكن له يحلل كيف ما بغى ويدير اسقاطات الى اخره. لا انا غنناقش الواقع. اولا انا كنسجل مساله ايجابيه اللي قالها السي حداد على انه المعارضه لعبت دور مهم الان فيما يتعلق بالمقترحات وبالنقاش اللي جاري حول القوانين الانتخابيه. هذا يؤكد على انها منخرطه وبانه ماشي كما يقول الاخرون ومن الحكومه بنفسهم انها هي تسعى الى تأجيل الانتخابات. هذا يكذب هذه المسألة، ويكذبها أكثر هو أنه مرسوم داز في نهار حول اللوائح ديال الغرف المهنية. لو كانت المعارضة بغات تعرق له طلب غير حقها القانوني، أنه خصنا نشوفوه، خصنا نناقشوه، خصو يمشي للجنة إلى آخره. إذا الهدف شنو هو؟ الهدف هو انه هذه امور تمر بوحد طلبنا به باش تكون الانتخابات في وقتها. انتم طلبتوا به وجبتوا الحكومه باش تكون لا باش تكون الانتخابات في وقتها، لأن الحكومة تأخرت في عدد من القوانين. إذا كان الهدف هو أن باش تكون الانتخابات ديال الغرف المهنية في وقتها، هو أنه كان تشتغلوا
وهذا الشيء اللي كيكذب الفكره ديال ان الحكومه ان المعارضه بغات تاجل الانتخابات او غيرها، ولكن نجي للمساله ديال الهيئه المستقله. حنا طلبنا كذلك بالهيئه المستقله للاشراف على الانتخابات، وجابت الحكومه اللجنه المركزيه للانتخابات اللي لا اساس لها اي قانوني نهائيا ورفضت. اذا المساله ديال المشاورات عندها تاريخ، راه ماشي جات هكذاك، راه بدات المشاورات كان فيها مشكل بحال اللي تفضل السي بن شماس، وكان تهديد حتى بالمقاطعه ديال هذا المسلسل. ماشي الحكومه من النهار الاول جات قالت بانه صافي غنبداو المشاورات وبدات الامور هكذا. انا كيظهر لي هذه الامور عندها تاريخ ومعروف، والراي العام راه كيعرفوا، ولذلك المساله ديال المشاورات الحاليه واللي انه مازال غتكون فيها مشاكل لانه مازال ما قطعناش الواد ونشفوا رجلينا، كيظهر لي بانه في جميع الاحوال ماشي مساله جات هكذا عفويه من طرف الحكومه. نسجلوا هذه النقاط لانها لابد ان تسجل. اذا المعارضه لم تطالب بتاجيل الانتخابات، بل هي بالعكس تدفع في الاتجاه تسريع بالانتخابات. غير باش نوضح، هذه اخر مداخله، هذه اخر مداخله ديالك اخر مداخله ديالك وديال الضيوف الكاملين، غير باش نقول في ثواني معدودات. القوانين الانتخابيه كلها دازت في ظل الحكومه السابقه الانتخابيه، لان اللي كنناقشوا اليوم هي القوانين التنظيميه ديال الجهات وديال جماعة الترابية وديال مجلس العمالقة. أما القوانين الانتخابية في ظل الحكومة السابقة بعد هذا اللي كنقصد، كنقصد هذا الآن التي تحضر. تفضل خلينا إلى اتفقنا مزيان، إلى اتفقنا مزيان، غير باش ما يكونش اللبس في هذه القضية. ودازت بسرعة قياسية 52 يوم جميع القوانين، بما انتخاب اعلى مجلس الجماعه الترابيه، مجلس النواب، مجلس المستشارين، قانون التنظيم مجلس المستشارين، وحتى يتعلق بالاحزاب السياسيه، كلها دازت في ديك الساعه. بمعنى انه احنا الانتخابات راه القوانين الموجوده للانتخابات، هذه القوانين اللي كندوزوا هو تنظيم المؤسسات، ما معرقلاش الانتخابات. طيب سؤال. نعم. هو فيها واحد القضيه اللي كتم الانتخابات هو انتخاب. شكرا شكرا سي عثمان. الرئيس لما نجيبوا المساله تاجيل الانتخابات وارتباك الحكومه، كيظل غنطولوا على المشاهدين. لا لا، شكون اللي ارتبكاش وشكون اللي عطى تاريخ وعطى من بعد جاب تاريخ اخر، واصلا بعد الحكومه ما جابتش التواريخ، حتى طلب منها في البرلمان انها هي تكشف على لاجندا، عاد انا ذاك جاب واحد الشكل مرتجل وطرحت كيضرني. غادي نطولوا المشاهدين في بالنسبه للدور ديال المعارضه. كنت دقيق في هذاك الشيء اللي قلت، قلت انا هناك كان بطء من قبل، ولكن هناك تغير في الاسابيع ولا الايام القليله الماضيه، وصار يعني واحد النوع من الايقاع اللي هو مضطرد بالنسبه ديال القوانين. اذا هناك تغير اللي كان ماشي كان هذا الدور هذا ديال المعارضه تمارسه، ولكن الان اصبحت تمارسه. وهذه مساله نثمنها. لا يمكن، المساله الثانيه وغنختم بها، لا يمكن اننا نعملوا الانتخابات في المغرب وهذا عرف تنمشيو عليه، ولكن كذلك هذه مساله، هذا هو المنطق ديال الاشياء، بدون ان تكون هناك توافقات بين جميع الفرق السياسيين وبدون مشاورات. اذا هذه المساله ديال المشاورات استراتيجيه الحكومه، يعني بالنسبه له الاغلبيه لا يمكن ان نقوم بالانتخابات ونحضر لها بدون انه يكون جميع الفاعلين. سيده منيب، هل انتم احسستم بانه تم اشراككم في هذا المسلسل هذا باختصار شديد؟ نحن كما قلت في السابق شاركنا في تقديم يعني تعديلات بخصوص كل المذكرات اللي كتشمل القوانين المتعلقه بالانتخابات، لا يعني الجماعيه ولا الجهويه ولا غيرها، ولكن الذي لاحظناه هو انه لم تؤخذ بعين الاعتبار. الان الاستاذ العثماني كيقول بانه غادي تتم مراجعه ديال قانون الاحزاب، وهذه ما فرصناش، لانه احنا كنا عملنا ما فرصناش. وتبقى تضحك المذكره، لاننا مشينا احنا عملنا كامناء ثلاثه ديال فيدرال اليسار الديمقراطي لقاء مع السيد وزير الداخليه، وقلنا له بانه راه ما يمكنش الدوله عندها خطاب، خاصنا التقاطب ونجمعوا، وفي نفس الان كنضربوا شي حاجه سميتها اتحاد الاحزاب، وما كنسمحوش بلوائح مشتركه لهذه الاحزاب، وكان وعد بانه راه غادي تتم المراجعه ربما، وحنا متبعين هذه المساله هذا، وهذا الشيء لا يدعو الى الضحك. انا كنقول اليوم شنو خصو يتدار؟ اللي خصو يتدار هو انه خصنا نخرجوا من هذا الصراع اللي كيبان ما بين الحكومه والمعارضه، واللي هو كيبان صراع على ترأس يعني ترأس الحكومه. علاش؟ لان كاين احزاب ادت تضحيات جسام، وهذاك الشيء ما خصوش يمشي هباء منثورا. الذي يجب ان ندافع عنه اليوم هو الديمقراطيه التمثيليه تكون على حقها وطريقها، هو الديمقراطيه التشاركيه تكون تشاركيه بالفعل، هو الديمقراطيه الاجتماعيه تكون عندنا مركزيات نقابيه خصها تكون عندها الكلمه ديالها، ونتحاوروا معاها ونشوفوا المصلحه ديال العمال، ونشوفوا المصلحه ديال الفلاحين، ونشوفوا المصالح كلها. غير باش نتقدم شي شويه مساله اخرى اساسيه بسرعه، لان انا ما عطيتينش الكلمه في ديك الدوره اللي دارت قبيله. اذا كلمة كنت شرت لها في البداية وعاودت تكلم عليها الأخ يونس، هي مسألة ديال الإرهاب.
راه ماشي نجيو نقولوا محاربه الارهاب. اذا بغينا نحاربوا الارهاب خاصنا نحاربوا الاسباب المؤديه لهذا الارهاب اللي هي يعني الازمه الاقتصاديه والاجتماعيه. احنا مازال عندنا اقتصاد الريع، امتيازات، مازال عندنا ضرب الحقوق، يعني هذا الشيء يؤجج. وهنا كنقول بان خصنا نكونوا شويه واعيين انه اش خصنا نديروا، نحاربوا يعني هذه الاسباب، وكذلك انه في المجتمع نطلق واحد الثوره ثقافيه تنويريه باش نعرفوا شنو هي الثقافه ديال التسامح، شنو هي الثقافه ديال الاختلاف، واننا نعاودوا اعاده بناء المدرسه اللي غتبني لنا المواطن. وهنا غادي نختم بهذه الكلمه هذه، كاين مفكرين كبار وماذا بنا ان المغاربه ينكبوا على الدراسات ديالهم، جورج كورم اللي هو من اصل لبناني ولا امين معلوف كيحلوا بان اذا تقدمت باهانه للمواطن نحن مهانون من قبل هذا الغرب اللي كيدخل لنا وهذه النيوكولونياليه اللي كاينه، ومهانون في بلداننا ما عندناش ديمقراطيه وما عندنا مواطنه. اش كيقول كذلك جورج كورم؟ كيقول بان اليوم لا اسمح لي تجروا الخيوط ديال الدين لاغراض لا دينيه. خصنا ننتبهوا الا بغينا نبنيو السلم في بلادنا، يعني المناعه وتقويه المناعه ديال بلادنا كتقوم عبر محاربه يعني الاسباب المسببه وعبر يعني الدفع باحزاب مستقله وتعدديه حقيقيه وديمقراطيه حقيقيه. سي زين الدين اسمح لنا هضرنا لك وقتك، اسمح لنا في ثواني معدودات، كيفاش كتشوف انت؟ لا انا بغيت نقول انا واحد المساله اللي كنلاحظوا اليوم هو ان المشكل اللي كاين ما بين الفرقاء السياسيين هو ان ما عندهمش القدره على تدبير الصراع السياسي. الديمقراطية راه ماشي فقط هي يعني القدرة على الصراع، الديمقراطية هي تأطير ذاك الصراع السياسي في إطار ما تسميه بتدبير ثقافة الاختلاف. الحاصل اليوم بين الفرقاء السياسيين هو ثقافة الخلاف، وهذه ثقافة الخلاف هي اللي كنشوفوا فيها كما قال السي مشمس هذيك البداية ديال العنف اللفظي اللي غيتحول إلى أشياء أخرى، شيء خطير. خصنا ننتبهوا لهذه المسألة. دونك إذا خصنا اليوم نأسسوا القواعد ديال تدبير ديال ثقافة الاختلاف، هذه نقطة أساسية جدا. نقطة أخرى بغيت نشير لها وهي أن اليوم مدى عدد الأحزاب السياسية بالنسبة لهذه الاستحقاقات. اليوم كاين نقاش بوليميك، ولكن شنو هو فهمتي؟ شنو هي النخب اللي فهمتي؟ لا أنا فهمتي لا النقاش دابا شوف أنا جيتي عندنا الحزب وشفتينا شنو حضرنا مثلا، واجي عندنا الحزب ونعطيوك شنو كان. أنا كنشوف دابا الآن الحزب مثلا أعاد هيكلة 60 يعني فرعا. الآن النقاش اللي هو لا شوف النقاش اللي كاين إعلاميا اليوم وهو نقاش ديال القصد ديال السب وديال القذف ما بين مختلف الفرق السياسيه. لا هادشي ماشي صحيح. لا هادشي لا هذا كيؤدي الى اولا الى العزوف. لا كاين سب وقذف فهمتي ما بين الفرقاء، كاين هذا غيؤدي الى عزوف سياسي، تكريس العزوف اللي كاين دابا الان، وصلنا لواحد النسبه ديال المتدنيه في الحجم ديال المشاركه السياسيه. هذا دونك اذا هذه المساله الاولى، وهذا غيأثر بشكل كبير على الراي العام المغربي لانه وحنا داخلين في استحقاقات اخرى. سي بن شماس اذا باقي عندك شي اضافه في ثوان. اولا لم نطلب ابدا تاجيل الانتخابات. ثانيا نساهم بروح ايجابيه في انجاح هذه الاستحقاقات لان فيها مصلحه لبلادنا، بدليل انه صوتنا بالايجاب على المرسوم اللي متعلق بالغرف. ما قاله السيد الوزير بان 70% من اقتراحات المعارضه قبلت الحكومه يحتاج الى تدقيق. هاد 70% 41 اللي قالوا انت قلتي 70% قلنا بان 80 جزء يعني الجزء الاعظم من التعديلات الاستاذ الجزء الاعظم من التعديلات اللي قبلت الحكومه تتعلق بامور جزئيه وشكليه. الامور الجوهريه اللي كتعلق اولا بتضييق مجالات الديمقراطيه التشاركيه ما قبلتوهاش، تضييق اختصاصات الجهه في اعمال بعض الحقوق الدستوريه ما قبلتوهاش، عدم الاخذ والاكتراث بالتوصيات والاقتراحات ديال المجلس الوطني لحقوق الانسان ما قبلتوهاش، غياب إرادة لتقديم تصور متكامل لآليات التمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية النسائية ما مقبولاش. هادشي غادي نجيو ليه في المناقشة، ولكن أؤكد لك مسألة أخرى. إلا بغينا نجحوا الانتخابات راه خصنا نعرفوا بأنه عندنا مشكل في المناخ السياسي المهيمن على البلد، لأن المناخ السياسي أصبح عبارة عن مجتمع جماعية. نحن محتاجين نتابعوا لواحد المسألة خطيرة جدا، هذيك الجدوى ديال الأمل التي اجتاحت المغاربة واجتاحت قطاعات واسعة على الأقل من المغرب. هاد الجدوى ديال الامل اللي عشناها قبل المراجعه الدستوريه، قبل الانتخابات السابقه لاوانها، قبل ما تطلع الحكومه، من بعد هاد الامل الان بدا في خفوت وبدات واحد النوع من الاحباط، واحد النوع من التشاؤم يسري من جديد، وهذه خطيره جدا. لذلك مطلوب اليوم نأملوا بقدرتنا الجماعيه على ايجاد صيغ، لانه علاش انا غادي يعتبرني رئيس الحكومه ولا الحكومه تعتبرني عدو؟ انا لست عدوا، نحن معارضة ما خصهاش تشيطن المعارضة، ما خصهاش توجه اتهامات بدون مجبر نعطي الكلمة للسي ونختم بواحد القضية. ثواني معدودات، ثواني غير ثواني. أنا قبيلة الأخ شارل يونس شارل، اللجنة المركزية هو في الحقيقة اللجنة المركزية للانتخابات
هذه تتألف من وزير الداخلية والعدل والحريات، وعين جلالة الملك يوم 14 أكتوبر 2014 خلال المجلس الوزاري. فهذه حاجة. رئيس الحكومة كان دعا مادام كاين مقاربة تشاركية ندير واحد اللجنة يكونوا فيها هذه الأحزاب ويجتمعوا رؤساء الأحزاب أو يجتمعوا الممثلين للمناقشة. هل لا تقرر؟ هذه ما غيتكونش قانون. لا لا تقرر لأن دستوريا صعيب. وجلالة الملك عين أستاذ حاجة دستورية ولا قانونية؟ لا لا اسمح لي. جلالة الملك عين لا، ودابا كاين واحد التراتبية ما يمكنش تعيين لجنة اليوم خارج الدستور لأن الدستور حي هادشي اللي قلنا. لا خارج الدستور وخارج وخارج الحكومة، لأن إذا كانت خارج الحكومة من غادي يتبع شكون؟ هذه خصها دستوريا يجب دسترتها. نديروا تعديل دستوري، عندكم الحق في البرلمان. شكرا شكرا سي تجاوزتيني في تفضل سي مجاد في ثواني لأن تجاوز الوقت بحدود 5 دقائق. أنا بغيت فقط نختم بأنه احنا في حاجة إلى ثقافة ديمقراطية حقيقية باش يمكن لنا نتقدموا ببلادنا، ولكن الثقافة الديمقراطية هي ما يمكن لناش نبخسوا الخطاب السياسي. ثانيا خصنا فيما يتعلق بحق الاختلاف والحق والحريات سواء الفردية أو الجماعية نحترموها، وأؤكد هنا على أنه ما يمكن لناش نهائيا نعتبروا أن المغرب غيتقدم في ظل شكرا. الخطاب التكفيري مستحيل نتقدموا نهائيا لأننا غادي نسقطوا في نفس التجارب الأخرى اللي سقطت فيها الدول الاخرى واللي تفتتت. شكرا سي مجاد سي بن شماش وسي زين الدين والسيد نبيل ابو نيب، اشكركم جميعا. تجاوزنا الوقت بحدود 6 دقائق، واعتذر للطاقم التقني على هذا التجاوز الوقت، ولكن على الاقل النقاش كان مفيدا وغنيا. شكرا لكم جميعا، شكرا للحضور الكريم معنا، شكرا للمشاهدين الكرام، والى اللقاء في فرصه مقبله بحول الله.